مواجهات بين قوات الأمن المصرية وعناصر إرهابية في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات البحرية بمحافظة الجيزة. هذه المواجهات جاءت بعد وصول معلومات إلى الأمن أو قوات الأمن المصرية وتحديدا الأمن الوطني بوجود عناصر إرهابية تختبئ في هذه المنطقة. تحركت قوات الأمن من الأمن الوطني المصري ومن القوات الخاصة، إلا أن العناصر الإرهابية باغتت قوات الأمن بإطلاق النيران، مما أدى إلى وقوع مواجهات ما بين قوات الأمن المصرية والإرهابيين، مما أدى أيضا إلى وقوع عدد من الضحايا. لم يكشف بيان الداخلية الذي صدر منذ قليل حول الأعداد النهائية للشهداء في هذه الواقعة. هعرض لحضراتكم نص بيان الداخلية الذي صدر منذ قليل. صرح مصدر مركز المعلومات مركز الإعلام الأمني أنه في إطار الجهود المبذولة لتتبع العناصر الإرهابية وتحديد أماكن اختبائها، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد باتخاذ بعض هذه العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء مكانا لاختبائها. هذا تم مساء اليوم، وتم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر، وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها قامت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، حيث قامت القوات بمبادلتها إطلاق النيران، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة ومصرع عدد من هذه العناصر. وتقوم القوات حاليا بتمشيط المناطق المتاخمة لمحل الواقعة وجاري الإفادة بما يستجد من معلومات. كانت عدد من المحطات الفضائية العربية وعدد أيضا من مواقع الأخبار قد أشار إلى أعداد متباينة فيما يتعلق بأعداد الشهداء الذين فقدناهم من قوات الأمن المصرية. الحقيقة سنتحرى الدقة حتى اللحظة، لأن بيان الداخلية المصرية لم يذكر تحديدا الشهداء حتى الآن. كان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قد أمر وزير الداخلية بتتبع الموقف وإعداد تقرير لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء، كما أيضا أمر وزير الصحة المصري بالتعزيزات الصحية لهذه المنطقة للتعامل مع الموقف من الناحية الصحية. بالتأكيد اللحظات الماضية هي لحظات صعبة علينا جميعا. هذه الواقعة تشير بشكل واضح زي ما البيان أشار وزي ما قلت لحضراتكم في البداية، إلى أن في معلومات جات للأمن الوطني أن في عناصر يعني واخدة الكيلو 135 بالواحات البحرية مكان للاختباء، وبالتالي تحركت القوات لمواجهة هذه العناصر. طبعا بيان الداخلية لم يشير إلى عدد القوى الأمنية التي تحركت، كان قوامها قد ايه، التعزيزات اللي كانت بتصاحبها كان شكلها ايه. المهم ان وقعت المواجهات، واحنا هنا زي ما قلت لحضراتكم هلتزم بالبيان الصادر عن الداخلية المصرية. المواجهات تمت مما ادى الى سقوط عدد من ابنائنا من الشرطة المصرية، شهداء معظمهم ضباط وصغار سن وفقا لما هو منشور على بعض المواقع او الصحف. ما عنديش أي معلومات واضحة بالأعداد النهائية، عشان كده هتحرى الدقة مع حضراتكم حتى يصدر بيان تفصيلي وتوضيحي لهذه العملية. هنشوف نتابع مع زملائنا الصحفيين ما هو متاح من معلومات حتى الآن. هنفرق ما بين ما يشار من أنباء وما يشار من معلومات مؤكدة. معانا مين؟ الأستاذ فتحي أبو سليمان زميلنا الصحفي في موقع مصراوي. مساء الخير يا أستاذ فتحي. مساء الخير على حضرتك، مساء الخير على جميع السادة المشاهدين. هل لدينا معلومات مؤكدة حول طبيعة الحادث في الكيلو 135 بالواحات البحرية حتى اللحظة؟ خلينا أقول لحضرتك أن بيان وزارة الداخلية الذي صدر منذ قليل عن الحادث هو بيان مقتضب، لم يورد فيه أي معلومات عن الحادث بشكل مفصل أو دقيق، وذلك نظرا لطبيعة الأحداث التي والاشتباكات التي ما زالت تحدث على كيلو 135 بطريق الواحات. في هناك اشتباكات عنيفة، ووفقا لمصادر أمنية مؤكدة قالت أن عدد شهداء الشرطة قد يتجاوز الثمانية، وهناك مصادر أخرى أشارت إلى أن هناك العدد وصل إلى 14 شهيد من رجال الشرطة. المعركة شرسة، وحامية الوطيس بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية في معسكر
إرهابي معد بالسلاح، ووردت معلومات لقطاع الأمن الوطني منذ فترة عن المعسكر وعن إعداده، ما دعا القوات إلى تجهيز مهمة ومأمورية أمنية لمداهمة المعسكر، وهو ما تم بالفعل عصر اليوم. حدثت اشتباكات عنيفة جدا بين القوات وبين العناصر الإرهابية، ما أدى إلى استشهاد عدد من الضباط ورجال الشرطة، وما زالت الأنباء حتى الآن متباينة. حتى الآن لم يتم، يتسنى لنا التأكيد عن عدد الشهداء وعدد العناصر الإرهابية التي تم تصفيتها حتى الآن، وننتظر مزيد من البيانات الرسمية التي تصدر عن ده وزارة صحيح، الداخلية ده بعد صحيح. قليل. عشان كده قلت انا تحري الدقه بشكل واضح جدا، وبشكر زميلي العزيز الاستاذ فتحي ابو سليمان على تحري ايضا الدقه، لان انا عارفه ان في مواقع واخبار دلوقتي بتنشر ارقام قد تكون هذه الارقام لا علاقه بالواقع وقد تكون ليس لها علاقه بالواقع. نحن في هذه الوقائع نعتمد على البيانات الرسميه من المصادر الامنيه. هينضم الينا الاستاذ يسري البدري رئيس قسم الحوادث بالمصري اليوم. مساء الخير يا استاذ يسري. استاذ رشا، مساء الخير يا فندم. نبحث عن معلومة، ما هي المعلومات المتاحة حتى اللحظة، المعلومات المؤكدة إذا كان لدى والله حضرتك معلومات؟ والله خلينا نقول خالص تعازينا لكل الشعب المصري في حادث الارهاب اللي بيضرب مصر النهارده، وما بيضربش صفوف قوات الشرطه بس، ولكن احنا بنتكلم على معلومات مؤكده حتى هذه اللحظه ان هناك اكثر من 10 شهداء في صفوف رجال الشرطه، وان هناك عناصر ارهابيه تم القضاء عليها. هذه العناصر الارهابيه من معلومات مؤكده داخل قطاع الامن الوطني كانت تخطط لهجمات ارهابيه داخل الدوله المصريه. المعلومات وردت لقطاع الامن الوطني عن اختباء تلك العناصر بالدروب الصحراويه. تم تجهيز مأمورية كبيرة كانت فيها ضباط الأمن الوطني والعمليات الخاصة والأمن المركزي. حدث تعامل حتى هذه اللحظة، احنا عندنا حتى بيان وزارة الداخلية لم يتحدث عن أرقام محددة حتى هذه اللحظة، لأن هناك عمليات حتى هذه اللحظة نقل مصابين إلى المستشفيات، سواء كانت مستشفيات الشرطة أو مستشفيات الفيوم القريبة من الواقعة. أيضا أعمال التمشيط وأعمال الملاحقة لبعض العناصر الإرهابية، احنا نتحدث عن أشخاص يتراوح عددهم من 8 أشخاص إلى 30 شخص. يقال أن من بين الذين كانوا يتم مطاردتهم اليوم هشام عشماوي، الضابط السابق في صفوف القوات المسلحة، والذي ارتبط اسمه بعدد من الحوادث الإرهابية، منها كمين الفرافرة وبعض الأكمنة التي تعرضت للهجوم طوال الفترة الماضية. أستاذ رشا، هذه المجموعات استخدمت كميات كبيرة من الأسلحة في تعاملها مع قوات الشرطة اليوم. احنا حتى هذه اللحظة هناك تعامل، هناك مروحيات تحاول السيطرة هناك على تمشيط الموقف. وفقا لبيان الداخلية المصرية، تمشيط لهذه المنطقة. بالفعل هل تشير عمليات التمشيط إلى توقف المواجهات إذن؟ والله يعني حتى هذه اللحظة يعني البيان اللي صادر ده أنا شايف إن هو بيان مبدئي، قال ان هو في واقعه وفي اعمال تمشيط، لكن الاعمال مستمره، في ملاحقات، في قوات من الدعم تم ارسالها من وزاره الداخليه لمسانده رجال الشرطه اللي موجودين. اعتقد ان معلومات ايضا ان زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني وفقا لمعلوماتي قد الغيت لمدينه العالمين غدا حدادا على هذا الحادث، وفقا لمصادر مؤكده حتى هذه اللحظه حدادا على هذا الحادث الارهابي. احنا بنتكلم حتى هذه اللحظه على مواقع بتقول ان العدد هذه معلومه جاءت لحضرتك يا استاذ يسري؟ بالفعل يا فندم، حتى هذه اللحظه نتاكد منها ان هذه الزياره الغيت غدا، وانها هناك حداد في الدوله المصريه بسبب هذا الحادث الارهابي. شكرا يا فندم. استاذ يسري البدر رئيس قسم الحوادث بالمصري اليوم. وينضم الينا اللواء اسامه راضي عضو لجنه الدفاع والامن القومي بالبرلمان المصري. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. هل هناك اتصالات تمت بين حضراتكم في لجنه الدفاع والامن الوطني والداخليه المصريه للوقوف على تفاصيل اكثر تتعلق بهذا الحادث؟ حضرتك طبعا اولا بنعزز الشعب المصري كل في شهداء الوطن اليوم. القضية مش قضية التواصل بين وزارة الداخلية وبين اللجنة بخصوص هذا الحادث، زي ما السيد الرئيس أكد وزي ما العالم كله عارف، احنا بنحارب إرهاب حرب شاملة، وبالتالي فكل الحوادث متوقعة، لأنه الإرهاب بطبيعته إرهاب خسيس وغادر. القضية إن شاء الله بإذن الله لن تنال من عزيمة الشعب المصري، ولن تنال من إرادة الشرطة المصرية الصامدة اللي لها تاريخ طويل بالتضحيه لاجل الوطن. قواتنا المسلحه الباسله ما زالت ولا تزال وستظل تحارب هذا الارهاب الغاشم.
ان شاء الله باذن الرحمن سنستمر على هذه المسيره وسننجح باذن الله في دحر هذا الارهاب دحرا كاملا وتكثيف منابعه والقضاء على كل عناصره ان شاء الله. أنا بشكر حضرتك يا فندم على مشاركتك معنا. هروح لأبرز العمليات الإرهابية والمواجهات التي شهدتها منطقة الفرافرة والواحات. ربما تكون منطقة الفرافرة هي الأشهر في الحوادث الإرهابية التي واجهناها خلال الفترة الماضية، لكن هستعرض مع حضراتكم بالوقائع بشكل محدد أهم العمليات التي شهدتها منطقة الفرافرة والواحات. حتى الآن المعلومة المؤكدة أن ما حدث في الكيلو 135 النهاردة في الواحات البحرية، أنا أعلم وأنا زي حضراتكم بالضبط ببحث عن معلومة مؤكدة، وأنا عارفة أن بيان الداخلية المقتضب الذي صدر فقط منذ قليل لم يعطي معلومات كثيرة حول التفاصيل، وترك الأمر لمصادر عديدة لوكالات الأنباء كل منها لديه رواية. البعض يرى أن قد تكون هذه عناصر من حسم كانت تختبئ في الكيلو 135 بالواحات البحرية، قد يكون التفاصيل الخاص بالضابط المنشق عشماوي. المنطقة دي منطقة الواحات هي منطقة حساسة جدا من الناحية الأمنية. سننتظر المعلومات المؤكدة، لكن هستعرض مع حضراتكم أهم العمليات والمواجهات الإرهابية في منطقة الفرافرة والواحات. يونيو 2014 استشهاد ضابط وخمسة مجندين في هجوم على كمين حدودي بالوادي الجديد. يوليو 2014 استشهاد أكثر من 20 جندي وضابط في هجوم على كمين حدودي. مايو 2015 استشهاد 3 ضباط ومجند في الواحات البحرية أثناء عملية تمشيط ومواجهة مع الإرهابيين. أغسطس 2015 اختطاف وذبح مهندس كرواتي من منطقة الواحات على يد عناصر إرهابية. سبتمبر 2015 مقتل 10 عناصر إرهابية خططت لاستهداف مصالح حيوية. مايو 2017 استشهاد 3 ضباط ومجند في عملية أمنية بالواحات البحرية. أغسطس 2017 وزارة الداخلية تعلن عن مقتل 2 من العناصر الإرهابية المرتبطة بخلية الإرهابي عمرو سعد المتهمة بتنفيذ تفجيرات الكنائس. أكتوبر 2017 استشهاد أكثر من 14 ضابط ومجند في مواجهة أمنية بين قوات الشرطة وعناصر إرهابية. استعرضت مع حضراتكم هذه العمليات التي تمت في هذه المنطقة تحديدا حتى يبدو المشهد واضحا أن هذه المنطقة من الناحية الأمنية هي منطقة حساسة للغاية. هنضم إلي هاتفيا اللواء مجدي البسيوني الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق. مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذة رشا، أهلا بحضرتك. طبعا ما نسعى إليه الآن هو أن نفهم بعض المعلومات في ضوء يعني شحة المعلومات، المعلومات قليلة للغاية، لكن ما يشير إليه بيان الداخلية هو أن قواتنا كانت قد وردت إليها معلومات، الأمن الوطني ورد إليه معلومات عن اختباء عناصر في الكيلو 135 بالواحات البحرية، فتحركت قواتنا لمواجهة هذه العناصر فتمت المواجهات. في سؤال بيطرحه ناس كثيرة الآن، هل كان يجب أن تتم المواجهات بوجود تعزيزات أمنية أيضا من القوات المسلحة أم كيف يتم الأمر؟ طبعا طبعا. أولا اسمحي لي يعني أنا عايز أقول بس رسالة للسادة المشاهدين وكل اللي بيسمعونا، لو نظرنا إلى هنسيب الحادث ومعلومات عنه لأن كل المعلومات لسه متضاربة وقاصرة وما فيش تقييم لحدث إلا بعد أن توضع ظروفه وملابساته بكامل تفصيلاتها، لكن أنا عايز أقول للسادة المشاهدين لحاجة، الناس اللي طالعين دول عشان يواجهوا بؤرة إرهابية في صحراء، ضباط وأفراد ومجندين، مؤكد يا أستاذة رشا إن مفيش إن كل واحد منهم 99% إنه مش هيرجع بيته، دي في حد ذاتها. شوفوا بقى سايب بيته، أسرته، أطفاله، سايب الدنيا كلها وطالع، والله أعلم هيرجع ولا مش هيرجع. دي مش تضحية، ده عشان مين؟ عشان إيه؟ مرتب مجزي قوي يعني بياخده، ولا عشاني وعشانك وعشان بلدنا وعشان أمننا القومي؟ أنا بنقول إذا كانت المكافأة هي المكافأة من الله سبحانه وتعالى أنهم شهداء في الفردوس الأعلى إن شاء الله. حاجة تانية بقى،
حضرتك استعرضتي الحوادث، وده تقرير جميل جدا وجهد جميل جدا تشكري عليه، لكن هي كانت معظمها اكمنه ثابته، وده اللي قلناه لا مفيش حاجه اسمها اكمنه. حضرتك عندك موقف ثابت يعني من مساله الاكمنه الثابته، حضرتك ضدها طول الوقت. لان انا قلنا مليون مره ان لا مفيش اكمنه ثابته، وحتى القول المتحرك يبقى هناك حفاظ عليه، بحيث ان يبقى دي كانت دايما ما اردده دايما في اي مداخله او اي برنامج اعلامي. طب اللي انا عايز اقوله النهارده، الحادثه دي الناس دول بيتدربوا في معسكر كويس قوي، بيتدربوا اسلحتهم شكلها ايه او عددهم كام. ما هو ده بقى، ما النهارده المعلومه، شوف يا استاذ رشا، بتبدا بالمعلومه، بيجيني سين من الناس او المرشدين بيقولوا في ناس في الصحراء في الحته الفلانيه كيلو 105 مثلا. طيب بعد المعلومه التحريات ايه ونظامهم ايه ومين دول، مش مهم بقى تبع حسم تبع ده تبع داعش تبع مش عارف ايه، مش مشكله ده كله. المهم انها عناصر بتدرب لتخريب البلد. بعد التحريات تضع الخطه. الخطه هنا بقى يا استاذ رشا، هو ده بقى الاسئله اللي بتتقال. الخطه هنا انا ههاجم ازاي، ونسبه الخساره عندي ممكن تكون ايه، وهفاجئ ازاي، ورد فعلهم يعني لابد ان يكون في الحسابات الامنيه. احنا مش حضرتك خبير امني، احنا مش كده، احنا مواطنين عاديين. رد الفعل طبعا. انا النهارده اعرف هدخل ازاي وهخرج ازاي، وايه التحسب، الحس الامني يقول لي ايه، يقول لي ان هم ممكن يكتشفوك على طول يضربوا نار. طب لما يضربوا نار عليا هعمل ايه، ايه الدشم اللي معايا، ايه الاختباءات اللي معايا، ايه بالظبط، هل في فريق تاني هيغطيني ولا لا، دي كلها خطه. لكن طبيعة المكان كصحراء أنا بقول لأ، ربما نكون تعجلنا، كان لازم تتغطى من فوق. من فوق طيران. النهاردة في تكنولوجيا طيارة، وبعدين احنا النهاردة عندنا الإرهاب مكلف، ده حرب إرهابية. علشان كده أنا سألت حضرتك، يعني ناس كتيرة عادية بسيطة طيارة في النهاردة وصلنا إلى الطيارة بدون طيارة. لا أنا أقصد يا فندم إن الناس العادية بتقول إن زي ما حضرتك تفضلت هنواجه أوكار إرهابية، مفيش معلومات هتبقى متاحة كبيرة بشأن هذا الأمر. البعض يقول إن هي تبقى بتعزيزات أمنية مكثفة بالتعاون مع القوات المسلحة عشان حضرتك تبقى متغطي. بالظبط. وبعدين كمان أنا عايز أقول لحضرتك الحاجة، فاسألوا أهل الذكر، النهاردة القوات المسلحة تخطيطها غير تخطيطي، هي بتاعت الصحراء مش أنا. مش أنا بتاع الصحراء، هي بتاعت الصحراء وبتاعت الجبال. وبعدين في الوقت نفسه أنا النهاردة لابد أن أضع في اعتباري حاجة مهمة جدا يا أستاذ رشا. إيه هي؟ الناس اللي قاعدين دول هل هم في منتهى الأمان أو الغباء إن مش ممكن حد يوصل لهم؟ عارفين يبقى ويتحسبوا ذلك. يبقى ممكن يكون في واحد، وحسب التكنولوجيا النهاردة بالموبايل، موبايل سهل النهاردة، في قوات جايه هي متحركه من على بعد كده، يبقوا استعداد. بدليل ايه؟ بدليل ان هم اللي بداوا وفاجئوا القوات، عشان كده كان عدد الضحايا في القوات كتير. لو كانت فوجئوا بالقوات ما كانش هيبقى ده العدد، كان هيبقى انا عارفه ان يعني الحقيقه ان سياده اللواء مجدي بسيوني الان بيتكلم بلسان حال المواطن العادي، يعني نعم هو ابن الداخلية المصرية، وبالتأكيد الجرح كبير في قلوبنا كلنا كمصريين النهاردة، لكن ليس عيبا أن يتم طرح الأسئلة بشكل واضح جدا، وتكون هناك تساؤلات حول طبيعة الأداء، وهل كنا على استعداد جيد لهذا الأداء أم لا. بالضبط كده، يعني مشكلة. كان يجب النهاردة التماهل والتنسيق مع القوات. بعدين احنا النهاردة احنا في إرهاب التسعينات يا أستاذ رشا كنا لوحدنا شرطة بس، ده النهارده احنا التسعينات غير الارهاب دلوقتي، احنا بنتكلم عن حجم تمويل، عن عناصر بيتم تدريبها بشكل كبير جدا، عن اسلحه متطوره للغايه يتم استخدامها، عن توظيف للمعلومات واماكن الاختباء بشكل متطور جدا، في اليات جديده. النعمه اللي احنا عايشين فيها النهارده في مواجهه الارهاب ان القوات المسلحه يدا بيد مع الشرطه. يبقى في حاجه زي كده تنسيق معلومات، يا قوات مسلحه في مكان هوت، الاستطلاع هوت، ايه الوضع بالضبط، ويتم الاستطلاع الحقيقي المشترك.
ربما البيان الذي ينتظره الجميع هو البيان الثاني للداخلية المصرية التي تكشف فيه التفاصيل الخاصة بهذه العملية وبكل ملابساتها. بشكر سيادة اللواء مجدي بسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق. أنا عارفة إن في ناس كتيرة جدا هتبقى يعني الحدث مأثر عليها بشكل كبير جدا، وتقول شوفوا الناس دي في الوضع ده، وبلاش أي تساؤلات تتعلق بكيفية الأداء. التساؤلات الخاصة بالأداء هي تساؤلات مشروعة جدا وجاية من ضمير وطني وليس عيبا. احنا في دول كتيرة جدا بتواجه الإرهاب وتواجه صعوبة كبيرة جدا في مواجهة هذا الإرهاب، وما فيش حاجة في الدنيا أنا قلت لحضراتكم قبل كده اسمها القضاء على الإرهاب، لكن في حاجة التقليل من حدة هذا الإرهاب وقوته. خلونا نروح ل يعني طبعا بعض المواقع، يمكن بيان الداخلية ما أشارش، لكن بعض المواقع أشارت إلى أن نقيب إسلام مشهور ضابط العمليات الخاصة هو أحد الشهداء الذين سقطوا اليوم. ده من شباب مصر الرائع اللي سقط في العملية النهاردة شهيدا. كان نقيب إسلام مشهور ضابط العمليات الخاصة قد عز زميله المقدم تامر شاهين عقب استشهاده في إحدى المأموريات قائلا: فعلا الشهادة دي مش لأي حد وخلاص، ربنا دائما بيختار اللي يستاهلها. مشهور كان قد نشر ده على صفحته في التواصل الاجتماعي، وكان بيقول: مبروك عليك الشهادة يا تامر يا شاهين، ربنا يشهد إنك تستاهلها وطلبتها بصدق ونلتها بحق الله. طبعا هذا الشهيد قال الكلام ده من 3 شهور، الشهيد إسلام مشهور ما كانش عارف إن هو هيلقى أيضا الشهادة وإن ربنا كاتب له هذا الشرف العظيم. هو طبعا خريج دفعة 2012، هذا شهيد دفعة 2012. عندنا مجموعة من الشهداء لم يتم يعني، يمكن كمان في شهيد أحمد سعد الديهي وهو نفس الدفعة دفعة 2012. النقيب إسلام مشهور هو شقيق الضابط أحمد مشهور قائد العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، وسبق وعمل بقسم شرطة الزاوية الحمراء فور تخرجه. ده من قواتنا اللي استشهدت النهاردة. هيكون معايا بعد الفاصل على طول تغطية خاصة لهذه الأحداث النهاردة في ضوء ما هو متوافر من معلومات محدودة، لكن بالتأكيد الخبراء الأمنيين هيكون عندهم تصور لطبيعة ما يحدث. بعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم في هذه التغطية الخاصة لحادث الكيلو 135 بمنطقة الواحات البحرية بالجيزة. ده اللي معاك، سلم على كل اللي هناك، سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك. عمرك كان تمن الحرية، لكن بلدك مش نسيك. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك. عمرك كان تمن الحرية، لكن بلدك مش ناسيك. وشك متزوق بالطيب، وامك صبرها انك حي، وحياتك في وراك اخواتك، ارتاح انت وحقك جاي. وشك متزوق بالطيب، وامك صبرها انك حي، وحياتك في وراك اخواتك، ارتاح انت وحقك جاي، ارتاح انت وحقك جاي.
حصل ده ثواب عظيم، والليلة شهادة وتكريم. اللي حصل ده ثواب عظيم، والليلة شهادة وتكريم. بص على السما بتصغرت لك وملايكة فرحك معظيم. اللي حصل ده ثواب عظيم، والليلة شهادة وتكريم. بص على السما بتصغرت لك وملايكة فرحك معظيم. وشك متزوق بالطيب، وما تصبرها الناس حي. وحياتك في وراك اخوان، ارتاح انت وحقك جاي. وشك متسوق بالطيب، وامك صبرها انك حي. وحياتك في وراك اخواتك، ارتاح انت وحقك جاي. ارتاح انت وحقك جاي. خلينا مع حضراتكم في هذه المتابعة الحية والمباشرة على الهواء مباشرة لتداعيات المواجهات التي تمت بين قوات الشرطة المصرية وإرهابيين في الكيلو 135 بالواحات البحرية بالجيزة. المعلومات قليلة حتى الآن. بيان الداخلية الذي صدر منذ قليل كان يشير إلى أنه وردت معلومات للأمن الوطني المصري بأن هناك عناصر إرهابية تختبئ في هذه المنطقة. وبعد تحرك القوات لمواجهة هذه العناصر، حدث اشتباكات دامية وتم فيها استخدام أسلحة واسعة من قبل الجانب الإرهابي أو من قبل الإرهابيين. البيان يشير إلى تمشيط المنطقة الآن، إلا أنه لم يكشف بوضوح عن عدد الشهداء في هذه الواقعة أو في هذه المنطقة حتى اللحظة. قد تكون عمليات التمشيط ما زالت مستمرة، وبالتالي لهذا الأمر لم يسفر بيان الداخلية عن الإجابات على أسئلة كثيرة تتعلق بهذا الحادث. خلونا نرحب بضيوفنا الأعزاء في الاستوديو. اللواء محمد صادق، مساعد وزير الداخلية الأسبق والمتخصص في شؤون الإرهاب، أهلا وسهلا سيادة اللواء. وأيضا الباحث الأستاذ أحمد كامل البحيري، الباحث في شؤون الأمن والإرهاب بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أهلا يا أستاذ أحمد. سيادة اللواء، في ضوء المعلومات القليلة جدا الموجودة الآن، وفي ضوء سيل من الأنباء التي تشير إلى تفاصيل وإلى أعداد من الضحايا، الموقف بتقدير حضرتك ماذا يحدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو في البداية الأول بنعزي أهالي الشهداء وبنحتسبهم جميعا في جنة الخلد إن شاء الله. اللي ماتوا النهاردة دول خيرة رجال مصر، كل واحد فيهم بمعرفتي بالغالبيتهم يساوي 10 شباب، يعني فعلا يتزعل عليه. دي من قوات الأمن الوطني والقوات الخاصة الاثنين. الأمن الوطني أنا عارفهم وتلامذتي ومربيهم وناس زي الفل. حضرتك بتسألي الموقف إيه؟ الموقف حتى الآن لم يتضح، دي الحقيقة. الموقف حتى الآن، حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، في ظل الظلام اللي موجود، في قوات تحركت من القوات المسلحة مع القوات الشرطة اللي موجودة هناك، إنما لحد دلوقتي ما قدروش يدخلوا الجبل في الظلمة ده، تمشيط في المنطقة من بره. لأن اللي حصل، الواقعة حصلت في وادي واطي، العناصر الإرهابية ركبت الجبل، ركبت الناحية العالية، ولما نزل القوات في الوادي ده ضربوا عليهم بار بي جي، وبدأوا يضربوا بعد كده بهاون مش بس بار بي جي. ف يعني واضح ان كان فيه حماس زايد من ضباط اللي نازلين، من القوات اللي نازلة، كان متهيئ لهم ان هم ممكن يحصلوا على أدلة تدين التنظيم اللي هم شغالين فيه. طول عناصر المعلومة اللي جاية عناصر مدفوعة من ليبيا، جناح من داعش،
اللي هم بيسموا نفسهم أنصار الشريعة، داخلين من الحدود الغربية متسلين. معلومة جت واتظبط منهم جزء، واللي نازل يرشد ده واحد فيهم. يعني أنا لما بيجي لي معلومة وبظبط ناس، فواحد بيعترف إن في المكان الفلاني بؤرة أو وكر، فأنا باخده معايا عشان يوريني المكان. طب إيه الدليل إن هو ما بيضللناش؟ دي قصة بقى تانية. يضللني ما يضللنيش، ده 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 دي حرفنة اللي بيناقش بقى، ودي خبرة اللي بيناقش. بيضل هو ما ضللش، هو ضل ليه؟ ما هو اداني عنده، ما هو ضل في ايه؟ ما هو اداني عنده. هي القصة مش كده، القصة هو ادانا عندهم ونحن نعلم ان هم هيبقوا هيمسكوا الجبل واحنا هننزل في الوادي الضيق اللي تحت. لا، الاستطلاع اللي حصل امبارح واول امبارح نتيجته سلبية. قال ان مفيش حد موجود. المنطقة دي حتة اسمها وادي حيتان. ظهر وادي الريان، يعني احنا بنمشي 135 كيلو على طريق الواحات. وسيادة اللي هو شاطئ الجيزة في حافظ المنطقة دي. ونخش جوه الجبل 35 كيلو. يعني ده اللي حصل يعني. يعني هو مش 135 من هنا ودخل جوه الجبل 35 كيلو. فما دخلوا نزلوا في وادي واطي. الحتة دي هي الصحراء الغربية، في الحتة دي بالذات فيها وديان كتير. طبعا. وفيها ناس عايشة على فكرة. ودي لو انت تذكري ظهر الدير اللي كانوا عمل اللي كانوا الرهبان عملوا فيه مشكلة عشان الطريق الغربي. ده ظهره، ما هو اما تمشي من هنا بالوصف اللي انا بقول ده توصل لحدود الفيوم، يبقى مع حدود الفيوم. نوصل لحدود الفيوم. فالمبارح لسه طلع جهنا ما فيش حد. هنقول نزلنا ليه؟ دي بقى احنا ما نعرفهاش وما اقدرش احكم عليها من هنا. احكم عليها اللي شغال فيها اللي يحكم عليها. هو نزل قد يكون نازل متهيأ له ان هيلاقي ادله، هيلاقي سلاح، هيلاقي وسائل اعاشه. هيجيب منه دليل يوصل خيوط توصله لمعلوم ليكمل المعلومات. طبعا. دي ده انا بحكي من واقع خبرتي بقى، دي ده من عندي. طبعا. اللي انا حكيته قبل كده دي معلومه. ده اللي انا عرفته على الموضوع. اللي انا حكيته قبل كده. انما اللي انا بقوله ده بقى ده تحليل من عندي كراجل شغال في القصه دي قبل كده 30 سنه. طب انا هسال حضرتك بحكم الخبره الطويله دي، وحضرتك فاهمني حاجه، يعني حضرتك عملت في جهاز امن الدوله لسنوات طويله، والامن الوطني دلوقتي هنفترض ان حضرتك كنت هناك وجات هذه المعلومه. نعم. بالتاكيد هناك خطه امنيه توضع عشان ننزل رجالتنا في المكان ده، في خطه امنيه. ماذا لو وماذا لو وماذا لو؟ في سيناريوهات حضرتك كصانع للخطه الامنيه بتفكر فيه. نعم. بنظرة عينيك كده السيناريوهات دي تم وضعها بشكل جيد؟ ما لا انا ولا انت دلوقتي اقدر احكم حصلت ولا لا. الا لما الموضوع يتفحص صح وتعرفوا ايه اللي حصل. انما اللي متوافر عندي التمشيط قال ان مفيش، فجاه لقيناها. لا لا سيبك من التمشيط ده، معلش. البيان ده طالع عشان زي ما انت بتقولي يصبر الناس، لان وكالات الانباء العالميه بدات تتكلم وبداوا يقولوا ارقام. صحيح. فواضح ان البيان طلع عشان يهدي او يصبر او يدي حتى يقول حاجه، لان انا وانا قاعد قدام التلفزيون النهارده قبل ما اعرف حاجه لقيت استشهاد ضابط شرطه على طريق الواحات، استشهاد واصابه البعض. ده كانت اول معلومه انا قريتها على الشريط في احدى القنوات. استشهاد ضابط شرطه. فعملت اتصالات بقى باللي انا اعرفه وبالموقف وباللي هناك. ماشي. فانا بحكي لك على اللي حصل. ماشي. قد يكون هو اللي رايح بقى رايح متاكد ان مفيش حد، لان في استطلاع امبارح قال ان مفيش حد اول امبارح مرتين. استطلاع جوي. حلو. طيب دول كانوا مختبئين بقى في مكان، كانوا مدريين في وسط عربان من اللي موجودين هناك في الوادي ده او على حدود الوادي ده، الله اعلم. انما المهم اللي حصل المرشد بقى اللي منهم اللي احنا قضينا عليه مين لم يقدم المعلومات الكافيه على ما يبدو. يا فندم عزيز حضرتك، اللي انا واخده معاه ده بيبقى ايه؟ بيروح يوديني المكان وبيقول لي لا ما يدي معلومات كافيه. واقول لك بقول اكتر مدي اكتر مدي معلومات كافيه ازاي؟ قال لي من 3 ايام راح لهم محشي من القلوبيه. لا مدي كل اللي عنده. طيب خليني معلش يعني عشان بس ما نحملش احنا. اللي انا بقوله يا جماعه
انا ما بدافعش عن الشرطه، ما بدافعش عن اللي نزلوا، اللي نزلوا ولادي يا فندم، ما لازم تدافع عنهم، واللي هناك واللي هناك ولادي، احنا لازم ندافع، ويعلم ربنا احنا بنعاني قد ايه دلوقتي من اللي بيحصل. انما كل اللي انا عايز اوضحه يا جماعه عشان الناس مش كل واحد يقعد يقول هو مكانه ما عملش ليش ليه، ما عملوش ليه، ما عملوش ليه، ما عملوش ليه. احنا في حرب، والحرب اكبر من قدرات الناس الموجوده، مش بالقوات المسلحه، لا اكبر من قدرات مجموعه من الشرطه نازله. طيب مجموعه أنا من الامن المركزي نازله. انا هسال حرب. انا هسال حضرتك السؤال ده لان الناس كتيره بتسال حرب. بس انا عايز اسال استاذ احمد في اطار، انا عارفه ان حضرتك يعني عندك خريطه، شبه خريطه كده ذهنيه عند حضرتك لان شغلك في يتعلق بهذه الجماعات، ممكن حضرتك تقول لنا تحديدا ممكن يكونوا دول مين اللي في المنطقه دي تحديدا؟ طيب هو ده كان المفروض السؤال الاولاني. انا نازل بواجه مين؟ بس تعقيبا على سياده اللواء، على فكره ان الجماعه اللي موجوده في او اللي تم، انا بكل ده مش معلومات، كل ده تحليل، ان هي انصار الشريعه زي ما سياده اللواء تفضل قادمه من ليبيا، هي انصار الشريعه اصلا مرتبطه بالقاعده مش بداعش. فهي ما ينفعش اقول انصار الشريعه داعش. اثنين، انصار الشريعه تم حل نفسه في 28 مايو 2017. هذا التنظيم تم حله اصلا. طيب معنى كده ان هم مش انصار الشريعه. ان اولا انصار الشريعه قاعده مش داعش. اوكي. ولو انا بتكلم عن قاعده يبقى اتكلم عن المرابطون، اتكلم عن هشام عشماوي. وهو المسؤول عن فرافره واحد وفرافره اثنين ابريل 2014. صحيح. طيب خلينا نقول المنطقه دي حصل فيها اكثر من عمليه ارهابيه، حصل فيها عمليه كمين النقب في بدايه العام الجاري، سقط فيها عدد من الشهداء. نقب في ليبيا؟ كمين النقب. كمين النقب في ارطغرل الوحيد يا فندم. دي عمليه اتعملت في شهر 2 2017، فبراير. اللي جاب اللقب الوحيد يا فندم، انا بتكلم على الطريق نفسه، حصل في نفس المنطقه، المنطقه الغربيه. انت بتقول كمين النقب؟ اي فندم. النقب ده فين؟ لا يا فندم، لا 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 لا، مش منطقه النقب، لا لا لا، كمين النقب حضرتك ضابط شرطه، في كمين شرطه اسمه كمين النقب، عمليه شهيره كتب عنها اكتر من مقال وتحليل، وسقط فيها 6 شهداء احتسبوا مع عبد الله شهداء في الطريق في فبراير 2017، وانا كتب عليها مقاله منشوره في جريده الاهرام حوالين لماذا تستهدف العناصر الارهابيه كمائن الشرطه، يعني لماذا كمائن الشرطه. وكان العمليه دي كانت عمليه مرتبطه بما يسمى بجند الخلافه، وهنقول يعني ايه هم جند الخلافه والمرابطون عشان كده نحط بس الاحتمالات، انا ما عنديش معلومه، احنا بنحلل بشكل اساسي. نفس الامر حصل في منطقه الصحراء الغربيه في استهداف شهدائنا من الاقباط، الاتوبيس الاقباط، وسقط عنه 16 شهيد من الاقباط. ايضا يعني تبناه ما يسمى بالدوله الاسلاميه او جند الخلافه، وهي تنظيم اعلن بيعته لتنظيم داعش. واول حوار لي صدر في جريده النبأ الداعشيه كان بيتكلم على ايه علاقته مع تنظيم ولاد سينا، مع تنظيم بيت المقدس، فقال ان احنا نفس الفرع لتنظيم داعش، بس انا مسؤول عن الوادي والدلتا وهو مسؤول عن سيناء. انا هي معظم التنظيمات دي اللي موجوده في المنطقه دي لو انا معلوماتي صحيحه اعلنت ولاها لداعش ما عدا مرابطون، لانه فضل مرتبط بالقاعده. هم مرابطون اصلا انسحب، فضل مرتبط صحيح بالقاعدة. هو سبب انسحابه من بيت المقدس اصلا هو اختلافه حوالين اعلان البيعه على ابو بكر البغدادي وفك الارتباط مع ايمن الظاهر وتنظيم القاعده. فانا لما اجي احط احتمالات، انا عندي ثلاث حاجات جوه مصر. عندي تنظيمات تقليديه، المرابطون هشام عشماوي، وعندي الدوله الاسلاميه او جند الخلافه داعش، اثنين داخل الوطن، وعندي تنظيمات الارهاب الجديد اللي هي حسم او الانتصار. بس فينا يا استاذ احمد معلومه سياده اللواء قالها مهمه جدا، ان اللي نزل مع القوات في قواتنا هو واحد من ما تم القبض عليهم منتمين الى تنظيم داعش، ادلى بهذه المعلومات. طيب ما هو لو داعش يبقى كده بتكلم عن جند الخلافه. بالظبط، مش انصار الشريعه هي، بس النقطه دي صح. ما هو يا استاذي يعني. يا استاذي تم خلص فهو بالفعل ما فيش اي اختلاف، ان هو لو انا بتكلم عن هو الاقرب في الاحتمال، عشان كده بحط ترتيب الاولويات او الاحتمالات في عمليه التحليل، ان انا بقول انا عندي ايه التنظيمات اللي بتشتغل في هذه المنطقه. بالزبط. انا بتكلم على مرابطون، اخر عمليه انبياء ابريل 2014، ما عملش عمليات اخرى. عندي جندي الخلافه، مجمل العمليات اللي تمت خلال عام 2017 في هذه المنطقه كان مسؤول عن هذا الامر، وهو اللي جزء منه عمرو سعد المتهم في احداث البتروسيه واحداث ماري مرقص وماري جرجس طنطا والاسكندريه، وهم اللي حصل ليهم مداهمات في منطقه صحراء اسيوط منذ فترة قريبة من وزارة الداخلية، وهم الأقرب من وجهة نظري. لو أنا رتبت هذه الأولويات يبقى أنا بتكلم على
الاحتمال الاقوى بالنسبه لي طبعا الموجودين. دي تحليلات كلها يا جماعه، انا ما عنديش معلومه سياده اللواء يضيف لي المعلومه. انا بشتغل على التحليل احنا بنسال ايه، مين الجماعات الارهابيه المسلحه صحيح. الموجوده في هذه المنطقه صحيح. احنا بنحاول نشوف احنا كنا بنواجه مين. طيب. هم في النهايه ارهاب، يطلعوا قاعده يطلعوا داعش، في النهايه نحن نواجه عناصر ارهابيه. ربما يكون مساله التفصيل ان احنا نعرف مين وفين، لان ده بيختلف في الاستراتيجيه الخاصه بالمواجهه طبعاً. في نوعيه الاسلحه طيب. في التمويل اللي بيتم، فال العين اللي نازله هتبقى عارفه هو فين عشان تعرف تواجهه ازاي. هو ده وانا بقول ان انا الاول بحط الخريطه اللي موجوده من العناصر الارهابيه في هذه المنطقه. فانا عندي ثلاث احتمالات. المرابطون هشام عشماوي او جندي الخلافه او حسم. حسم اضعف مما نتخيل من ان هي تفعل هذه العمليه الكبرى بهذا الشكل. حسم بس انا عايز اوضح هنا حاجه، لان لما اتقال حسم انا كنت عندي وجهه نفس النظر ان حسم ما تعملش عمليه كبيره زي دي. بس احنا مش بصدد عمليه، احنا بصدد حاجه تانية. احنا بصدد جات لنا معلومات ان في عناصر ارهابيه موجوده، فاحنا نازلين نواجههم. فممكن تكون احنا برضو كلنا بنحل، ممكن تكون العناصر دي بتنتمي الى حسم، لكن احنا ما بنتكلمش على المواجهه. لكن انت قصدك ان مستوى التسليح طبعاً. اللي تم بيه ليس وده صحيح. حسم ليس لديها هذا عمليه حسم كان استهداف بوكس شرطه على الطريق الدائري، وضع عبوه ناسفه عند منطقه صقر قريش على طلعه الدائري بتاع الكارفور. دي اقصى عمليات اشتغل القاهره شويه. فهي دي اقصى عمليات ممكن تقوم بيها حسم. ما تشغلش اطراف. هم تواجدوا في جزء. خلصت؟ لا لسه. لو حضرتك اتفضل. لا خلص بس لما تخلص قول. بس انت بتسهم في التحليل. هو لا هو ما قالش تحليل. لا يا فندم، هو إن أنا يا فندم هو بيقول مين الناس اللي موجوده في المنطقه دي. طب ما خلص بس عوامل عمليات قبل كده كان شكلها ايه. انا راجل باحث، لست رجل امن، عندي معلومه. انا بشتغل على ما ينشر في وسائل الاعلام او ان حضرتك تقول هودي علمي اكاديمي في راس. لا امتلك غيره هذه التنظيمات. صحيح لا امتلك غيره. ولكن اللي انا عايز اقوله بعد اذن حضرتك. اتفضل يا فندم. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، اللي بيشتغل في المنطقه دي فلان، واللي بيشتغل في المنطقه دي فلان، وحسمي على الطريق الدائري، وده مش عارف فين، ده كلام كله على عيني وراسي، يعني بحث علمي دقيق صح. انت بتاخد معلومات وتحللها وتحطها في اطار زي ما انت بتقول راي كذا وراي كذا وراي كذا. الكلام ده انت يا استاذ لما يكون مصر اتضرب عليها سور وما بينزلش حد جواها غير اللي انت بتقوله ده، هو لسه دول من 7-8 شهور المنطقه دي ما فيهاش غير اللي عندك او المعلومه اللي عندك. ده كل يوم يا استاذ طول بالك، بس ده كل يوم يا فندم بيتم دفع بعربيات دفع رباعي بالعشر وال15 عربية، واللي بتواجههم على فكره من الناس. خدوا بيان بالكم من بيان الجيش. يعني هقول بس حاجه، المتحدث العسكري بتاعنا دايما يقول وتم ضبط كذا بعربيات دفع رباعي. بالزبط. خدوا بالكم البيانات دي، لان دول اللي بيجوا لنا من الحدود، ومن الحدود الاكثر خطوره الغربية. الحدود الغربيه بالزبط. عشان ليبيا بالظبط بالظبط. حضرتك معايا في النهارده لما القوات المسلحه تقول ان احنا ضربنا 15 عربية معدية، وبعد كم يوم يقول لك ضربنا 8 عربية معدية، انت متخيل مش حد فلت؟ طبعا فلتوا بالظبط. بس هما مين؟ متفقين واحد واحد. هما مين؟ ما هو ده احنا بنسأله. هما مين دي الأستاذة جاوبت عليك؟ مش أي إرهابي، كله إرهابي. هما كله إرهاب. بص يا حبيبي، هي الأستاذة جاوبت عليك. هو مين تحطهم تحت أي اسم؟ لا مش صحيح. علميا مش صحيح. لا المهم الصحيح ليه يا فندم، هقول لحضرتك. حضرتك طبعا أدرى مني في المجال المكافحة الإرهاب. أنا بشتغل علميا. العنصر بتاع حسم مواجهته بطريقه الاستراتيجيه بتاعتهم بتتغير يا استاذ يا فندم. بكمل طب لا معلش، طب لا لا انا اللي هكمل بقى، مش انت اللي هتكمل بعد اذنك. طب لا معلش، اصل انت هتروح في سكه ثانيه. اتفضل حضرتك. بص انا عايز اقول حاجه. الكلام ده يا استاذ انا اصلا قبل الهوا عايز اقول بس حضرتك حاجه عن اللواء محمد صادق. اللواء محمد صادق اللي ماتوا النهارده في كيلو 135 ولاده اللي دربهم في جهاز الامن الوطني، فهو طبعا واللي في الموقف هناك ولادي. يعني الموقف يا جماعه حاليا احنا بنتكلم رجل امن قلبه ينزف الان. القضيه مش قضيه تحليل يا جماعه. انا بص يا استاذ، انا عايز خد مني دي ومعلش اصبر عليها شويه، وانا اسف اذا كان صوت عيد. لا خالص يا فندم، احنا مقدرين. قول لحضرتك حاجه، التنظيمات دي كلها يا فندم انت بتقول ده انشق عن ده، وده انبثق من ده، وده طلع من ده، وده عمل ده. الكلام ده كلامك صح جدا. انا المدام عندي دكتوره والماجستير والدكتوراه في الارهاب من سنه 89،
لحد النهارده بتدرس فيه، هل اللي اتدرس ده لسه ثابت؟ مش في متغيرات بتحصل النهارده اللي حصل في سوريا يا فندم؟ بتطور كمان النهارده اللي حصل في سوريا يا فندم. موازين القوى بتتحسب ازاي؟ معلش هطلع بره الموضوع شويه. موازين القوى بتتحسب ده النهارده مع ده وبكره مع ده. ايوه ده النهارده بيتكلم بطريقه لا يعني كل ده بيتغير. هاكد بس على كلام حضرتك. هذه التنظيمات عدد منها اعلن ولاؤه لداعش بعد ذلك، وبالتالي هو لما يبقى تنظيم مستقل غير لما ينضم لتنظيم كبير الام بالزبط. اللي هو داعش، لان حجم التمويل هيختلف، حجم الاسلحه، حجم التدريب. عشان كده بالظبط انا هوضح ده. عشان كده انا لما بشتغل على معلومه، المعلومه بتقول لي ايه؟ انت بتسجل؟ لا يا فندم والله بسجل. لا سجل ايه ده احنا على هاي. بص يا حبيبي، انا لما بشتغل على معلومه، المعلومه بتقول لي ايه؟ في المنطقه دي 1 2 3 تمام، تسليحهم كذا كذا كذا، مظبوط، حاطين خطط عشان يستهدفوا كيت وكيت وكيت وكيت. بالظبط. دايما المعلومه لما بتيجي بتبقى ناقصه، مفيش معلومه كامله. فانا بنزل اكملها، بكملها بتحريات، بكملها بمناقشه، بكملها باجهزه فنيه، بكملها بمراقبات، في حاجات كتيره بتكمل المعلومه. ودايما ما خافي كان اعظم. انا ما حدش بيجي في فتره من الفترات ويحط الخريطه زي ما حضرتك قلت كده ويحطها ويثبتها ويقول ان ده داعش وده القاعده ودول انصار الشريعه ودول ما لهمش دعوه بدول ودول لهم استراتيجيه مختلفه ودول ما عملوش العمليه دي، لا صدور اقل من كده. على فكره كل ده اتغير وكل ده ثبت من الواقع ان الناس دي بتغير، مش بس فكره، الفكر واحد. التكفير يساوي التفجير، طالما كفر بيفجر، يا اما بيفجر غيره يا اما بيفجر نفسه. المسمى مش ده القضيه، انما انا بقول لك المعلومه اللي موجوده ان دول داعش، فصيل من داعش داخل من ليبيا او تسللوا من ليبيا، هي دي المعلومه اللي موجوده. طيب خلينا حضرتك قد يثبت لما تكمل الفحص خلافها، انما هو ده الواقع اللي كان موجود، هو ده الواقع. طيب خلينا بس يا فندم نقرا، لان احنا بنواجه ظاهره ليست، احنا ما بنواجهش ارهاب محلي، احنا بنواجه ظاهره حرب. ده حرب، ظاهره عالميه تتدخل فيها، احنا بنحارب جيوش تتدخل فيها، مش بنحارب تنظيمات، يعني لها بعد الظاهره. هو داعش دي يا فندم، بعد اذن حضرتك، داعش دي في العراق، يعني انت حد يتخيل يعني ان شويه شباب هم اللي كونوا؟ لا يا فندم، احنا على فكره بمناسبه داعش ده العراق، داعش العراق تتكبد وتتكبد خسائر الان، هناك تراجع في مستوى التنظيم في العراق الان، وربما هو يحاول ان يواجه رساله انه انشط في منطقه اخرى. بس خلونا ناخد الدكتور عبد المنعم سعيد مفكرنا السياسي الكبير، اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا يا استاذ رشا. يعني قراءه حضرتك الاستراتيجيه لما حدث اليوم في الواحات البحريه؟ يعني من الصعب وفي ظل سخونه الحياه ان الحاله اللي احنا بنتكلم عليها، يعني انه الواحد يطلع بالتصور، خاصه لو كان بعيد عن مصر، لكن في مجموعه من الثوابت اللي علينا ان احنا نتعامل معها، وهو ان بنتعامل عن طبيعه خاصه للعمليات الارهابيه. الارهابيه ليست جيوشا بالمعنى ان عندك مدرعات وطيارات وحاجات زي كده، انما عندك جماعات عادة صغيرة الحجم لكن لها قيادة استراتيجية تحركها وتعمل بالتبادل بين مناطق مختلفة. الآن داعش تخسر معركة رئيسية بتاعتها الخاصة بدولة الخلافة، صحيح، لكنها أخذت 3 سنوات حتى يتم ذلك، من 68 دولة مشتركة في هذه الحرب، بالإضافة إلى في الجبهة السورية توجد روسيا وسوريا وإيران وتركيا، يعني هناك قدر تحالف دولي كان يقود الحرب ضد داعش، تحالف دولي. إننا إحنا في مصر اخترنا، وهو اختيار صحيح تماما، إن إحنا اللي هنخوض هذه المعركة، وهذه المعركة ذات طرفين، طرف هو الشعب المصري والقيادة المصرية بقدراتهم واستعدادهم للتضحية في سبيل هذا الوطن في بواجهة هذه الجماعة اللي بتتحرك، يمكن أن تتحرك، يكون هناك تنسيق، تتحرك من سيناء، تتحرك من ليبيا. هناك كثير من التفاصيل التكتيكية لهذه العملية لا تزال غير معروفة حتى الآن، لكن الواضح أن تنظيم داعش يحاول أن يثبت أنه لا يزال موجودا.
وانه النجاح المصري فيما حدث فيما يتعلق بغزه ويتعلق بحماس اللي هو بيسموها دلوقتي مرتده ان هم سوف يستمرون فيما يعني انتووا عليه ممكن جدا ان يعني يكون لهم خلايا نائمه تتحرك عندما يحركونها انهم دخلوا من الحدود الليبيه الطويله كل ذلك احتمالات اعتقد انه قوى الامن التي تتعامل مع الموضوع تقوم بتحليل دقيق لهذه العمليه وايضا تحاول ان تجد معلومات اكثر مما نعرفه حتى الان. صحيح. هل هذا يفسر ايضا يا دكتور ان على مدى هذا الاسبوع ايضا كانت هناك مواجهات صعبه في منطقه شمال سيناء، يعني كانت هناك مواجهات في العريش وفي شيخ زويد وفي رفح، البعض فسرها الى ما تشير اليه حضرتك، فكره المصالحه التي رعتها مصر بين الفصائل الفلسطينيه والتقارب المصري مع حماس. انا اتصور انه حيكون في ضربات قادمه، يعني علينا ان نعرف ان الارهاب يقول اننا موجودون وبالطبع بيستمعون لكل ما يقول الإخوان المسلمين ويأخذون دفع لذلك ويحاولوا إيقاظ واستيقاظ كل العناصر الداخلية لكي تقوم بعمليات تحاول فيها أن تشدد على قوى الأمن ومن استراتيجياتها لعصر الوجود الإرهابي الموجود في سيناء. فلذلك أنا شخصيا أتوقع أن الأمر لم ينتهي بعد، ليس لدينا وليس في أي منطقة أخرى من العالم، يعني صحيح. حتى هذه اللحظة لم يتم تصفية دولة الخلافة بشكل كامل، ولا تزال هناك عمليات جارية هناك، ولا تزال هناك عمليات جارية في أفغانستان، ولا تزال هناك عمليات جارية في جنوب سوريا، يعني لا يوجد مكان وجدت فيها جرثومة الإرهاب لم تستمر لفترة طويلة، وأعتقد إن احنا يعني يجب إنه الناس اللي متصوره ان احنا هنغمض عيننا ونفتحها ونلاقي الارهاب اختفى يعني بيبقى بيفكروا بتبسيط شديد. لماذا وانا كنت اسال حضرتك يا دكتور بخبره حضرتك الكبيره جدا نبدو يا دكتور كراي عام في بعض الاحيان غير مهيئين من الناحيه الذهنيه وربما حتى من الناحيه النفسيه لاستقبال مثل هذه العمليات الضخمه. ما زلنا نتيجه الصراع الطويل في حربنا مع الارهاب في بعض الأحيان نبدو يعني غير قادرين على استيعاب ما يحدث. أنا أعتقد أنه ده واجب كبير جدا علينا احنا في الجانب الإعلامي، الناس اللي موجودين اللي بيحللوا بيطرحوا، أولا لا ينبغي أن يكون هناك الإعلام عمله الأساسي هو الاستجابة لما يجري على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الحاجات من هذه الأمور، وإنما الرأي العام المصري، الرأي العام المصري الذي يقف خلف جنوده سواء كانوا في الشرطة أو في القوات المسلحة، والرأي العام المصري الذي يقوم ببناء مصر في هذه المرحلة. يجب ألا ننسى أننا نحاول أن نحارب الإرهاب وفي نفس الوقت ألا نشعر بأننا كما لو كنا نعيش تحت الحصار، وبالتالي يحدث شلل في الدولة. الدولة ليست فيها حالة شلل، الدولة تتحرك داخليا وخارجيا. هناك ثمن لهذه الحرب وتضحيات كبيرة يقدمها الشعب المصري لأنه قدمها قبل كده. يعني الناس تنسى أن احنا قعدنا 6 سنين من 67 لغاية 73 لتكون المعركة الكبرى، وأنه بعدها خدنا 6 سنين تانيين أو 7 سنين تانيين علشان يتم الجلاء الكامل. الإرهاب معركة ربما تبدو أنها أسهل لأنها ليست دول وليست جيوش منظمة. إحنا واخدين عن نمط يا دكتور المتعلق بحرب مع قوات نظامية، لكن ابتدينا نتعود ونعرف أنه الحرب ضد القوات غير النظامية من هذا النوع اللي عندها هذا القدر من التعصب، لديها هذا الكم من الحقد والكراهية للحياة اللي موجودة في مصر وفي مناطق كثيرة في العالم، هو حرب لا يزال العالم كله الآن يفكر في كيفية مواجهتها. وأعتقد كما قلت أن احنا نفعل ذلك بقدرتنا الذاتية، لأنه ليس بعد كل ما فعلناه في تاريخنا لمنع تدخل الأجنبي وأن نكون دولة مستقلة فعلا أن احنا بنبقى من حاجة مع دول أخرى. وده قرار على ما يبدو لصانع السياسة المصرية، هو أراد أن يواجه مستقلا حتى لا يكون هناك ثمنا بعد ذلك يدفع.
ده مظبوط جدا، لانه اي حاجه لها ثمن، وهو كان فيها لها ثمن فعلا. يعني الولايات المتحده الامريكيه في بعض انواع معينه من الاسلحه كانت تريد ان تتدخل داخل القوات المصريه، وذلك لم يعني يقبل ولن يقبل. انما بنعتمد على انفسنا، القدرات الذاتيه الخاصه بنا. واعتقد انه يعني علينا ليس فقط ننظر للضحايا والشهداء من جانب القوات المسلحه والشرطه، ولكن ننظر ايضا للخسائر الكبيره التي يتكبدها الجانب الاخر، والتي اعتقد انها سوف تتصاعد خلال المرحله. اريد ان استمع ايضا لنصيحه حضرتك يا دكتور، لان حضرتك ايضا اشرت الى الدور الذي يجب ان يلعبه الاعلام في هذه المرحله. نحن نواجه صعوبة أحيانا في مسألة المعلومة، لأن بالتأكيد ونحن نمارس هذه المهنة عشان أطلع أتكلم الرأي العام أنا أحتاج إلى معلومة، وربما يكون الموقف له تعقيدات شديدة الذي تغيب فيه المعلومة أو إصدار المعلومة في التوقيت المناسب. هذا يفتح الباب للتحليلات والتكهنات والاستنتاجات. كيف يمكن التعامل مع هذا المشهد؟ يعني خليني اكون اكثر صراحه يا استاذ رشا، احنا عندنا مشكله مع موضوع المعلومات عامه. يعني حتى لو بنتكلم عن كوبري ليس سهلا ان تكون لديك المعلومات الكامله عن ذلك. لكن هناك ايضا مشكله قله السعي للمعلومات. اعتقد انه التجربه العالميه اللي موجود فيها كثير من المعلومات، ويجب الا نكف ان احنا نطلب من المصادر المسؤوله اننا نريد مزيد من التفاصيل، مزيد من المعلومات. نستطيع أن نتفاهم أن بعض المعلومات لا ينبغي إعطائها حتى لا يستفيد الطرف الآخر، لأن احنا كما قبلنا أن احنا لن نستخدم قوة دولية معناها أن احنا مش معنا أقمار صناعية، لا يوجد لدينا طائرات درون ترصد هؤلاء، وبالتالي ما لدينا من مصادر بشرية وتقنية هي ليست بالوفرة ولا بالكثرة الكثيرة التي تجعلنا نفرط في أي منها. أنا يجب أن نتفاهم ذلك، لكن أعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك إباحة أكثر مما نحصل عليه حتى الآن. يعني حضرتك عبرت الحقيقة، وحضرتك أستاذنا، يعني ربنا يديك الصحة ويخليك لنا كلنا، يعني كما تعلمنا منك دائما دكتور عبد المنعم. يعني وإحنا طالعين على الهواء النهاردة كفريق عمل كنا نبحث عن معلومة نقدمها في ضوء ما هو منشور على المحطات الدولية والمحطات العربية، وكانت لدينا صعوبة كبيرة في هذه المسألة. نعلم أن هناك حسابات دقيقة تتعلق بالأمر، لكن نحن كإعلام أيضا زي ما حضرتك تفضلت وتحدثت بصراحتك المعتادة دائما نواجه يعني طريقة تقليدية في التعامل مع مسألة المعلومات. يعني نأمل، ويعني لا أريد أن أبيح كثيرا، أنه خلال المرحلة المقبلة المسائل دي لازم تتحط ضمن سيستم، ضمن منظومة معينة بما فيها كيف نزيد إمكانية المعلومات دون الإضرار بالأمن القومي. صحيح صحيح. شكرا لأستاذنا الجليل الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي الكبير. شكرا يا فندم لمشاركة حضرتك معنا، يعني كالعادة نتعلم منه الكثير ولديه دائما قراءة متأنية وعميقة. هنعود مرة أخرى لفكر الفكرة اللي كان بيشير إليها أستاذ أحمد كامل في مسألة أن احنا لابد أن نعلم أيضا ماذا نواجه، لأن أنا كان تصوري كمواطنة عادية أن مع اللي حصل لهم في العراق الآن من ضربات موجعة تضرب يعني بقوة هذا التنظيم، سيحاول أن يفتح له شرايين أو يعبر عن حياته في منطقة أخرى. هكذا يبدو المشهد في صحيح صحيح. وبالذات لو احنا ربطنا البيان اللي طلع عن الجيش الليبي الوطني الليبي في اغسطس العام الجاري عندما تحدث عن هزيمة التنظيم في سرت وانتقاله إلى جنوب شرق ليبيا وهي المنطقة الواقعة على الحدود المصرية جنوب واحد جغبوب، وهي تقريبا نفس المنطقة الملاصقة للخط الشريط الحدودي لايت موصل لايت المنيا. التنظيم أصبح تمركزه الآن بعد الضربات ونجاح تنظيم أو نجاح الجيش الوطني الليبي من اكتساس التنظيم داعش من سرت، أنه انتقل فين؟ انتقل على بعد تقريبا 35 كيلو من الحدود المصرية مع جنوب الجيزة
لغة الوصول إلى إنا، فهو ده أصبح توجه. عشان كده بنلاحظ تمركز واضح للعمليات والبيانات حتى اللي بتصدر عن المتحدث العسكري. لو عملنا نسبة وتناسب هنلاقي بيانات المتحدث العسكري دايما عقيدة تامر رفاعي بتركز على هذا الجزء، الحدود الغربية تحديدا لأنها أكثر حساسية. أول صفقة جت من التسليح أو ما يسمى بأسلحة مكافحة الإرهاب اللي جابتها مصر من روسيا من حوالي سنتين تم الدفع بيها للمنطقة الغربية. يعني تاني الكلام ده بقى عشان الناس أحيانا لا تفهم إحنا صفقتنا العسكرية وإنفاقنا العسكري ده بنعمله إيه، بنعمل بيه إيه. أحيانا الناس تقول لك إيه هو أنتوا كل ده بتعملوا بيه إيه، كل ده بنعمل بيه مواجهة للإرهاب في هذه. أشكرك على هذه المعلومة. جزء من التسليح ان التسليح اتغير، جزء من التسليح في اسلحه اسمها اسلحه مكافحه الارهاب، في معرض ابو ظبي ومعرض موسكو، في معارض اسمها معارض مكافحه الارهاب. حتى المعونه الامريكيه العسكريه الامريكيه تبقى لتصريحات اوباما في خطاب الاتحاد عندما تحدث على ان من 2018 ستتغير المعونه العسكريه، طبيعه المعونه العسكريه كنت لانك انت ما بقتش تواجه زي ما كنا بنقول قوات نظاميه في حروب صحيح. تقليديه لانك انت بتواجه صحيح. حروب تتعلق بالارهاب. وجزء من الامر كمان ان في انا لم يصدر مصدر رسمي بتاكيد هذه المعلومه لكن انا ما قراته في الصحافه الفرنسيه ان هناك تعاقد الان مصري فرنسي على تصنيع لاول مره قمر عسكري من مصر تمتلك قمر عسكريه لعمليه المسح الجوي لعمليه جزء من عمليه بنطور من الياتنا في المواجهه تمتلك مصر زي ما عندنا لساتي يبقى جزء منها. لكن هي الجزء الاساسي وهي ليها علاقه لي وانا مش عايز يعني انا متفاهم جدا الحاله النفسيه لينا كلنا بما فيها سياده اللواء وانا لست غاضب من الصوت خالص بالعكس انا متفاهم جدا الموضوع. لكن هي الجزء من الامر ان انا اكون فاهم طبيعه العنصر اللي انا بواجهه له علاقه في الاتي له علاقه بدايه من عمليه المواجهه حتى في اعاده ما يسمى في اعاده مش عايز اقول التاهيل او الدمج في مرحله زي جزء من عمليه المراجعه اللي تمت في التسعينات مع الجماعه الاسلاميه على سبيل المثال. ان انا واحد من اللي عملوها صحيح 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 يعني انا واحد من اللي عملوها بالرغم من ان هناك طيارات وهناك اعلاميون وهناك ناس يعني مشاهير جدا بيتريقوا عليها وبيقولوا ده ضحكوا عليكم. لا دي كانت مراجعه حقيقيه. فهو الموضوع معرفه العنصر بيبدا من اول ان انا ازاي اواجهه ان كل تنظيم من التنظيمات دي بتختلف قدراته القتاليه والتاهيليه والتسليح عن التنظيم الاخر. بمعنى ان داعش قدراتها التنظيميه والقتاليه خلال المرحله الاخيره تفوقت على تنظيم القاعده كقدرات في حروب ان هي خاضت حروب على الارض في دول في ليبيا في سوريا في العراق فاصبحت العناصر المنضمه لداعش اكفأ بكثير من العناصر المنضمه للقاعده. فانا داخل اواجه هذه العناصر انا عارف ان هذه العناصر تمتلك تسليح ضخم تسريح ثقيل عناصر عندها بس على فكره حتى اللحظه لم يتضح هل كنا بنواجه قوات هشام عشماوي الموجوده في المنطقه دي واللي بتنتمي للقاعده ولا كنا بنواجه داعش القدر المتوقع يا فندم ان هم ضربوا بالار بي جي وبالهاو اذا داعش يا فندم انا ما بتكلم المسمى ما يفرقش معايا انا بقول حضرتك المعلومه اللي موجوده ان دول داعش. انا عايز اسال حضرتك سؤال يا فندم قد يعني اصل اللي انا عايز اوضحه للاستاذ وللمشاهد للساده المشاهدين اصل المسميات دي مش قران ما هي بتتغير. لا انا بسال على حاجه ثانيه يا فندم وحضرتك بتشير الى نقطه مهمه جدا ربما انا فهمت ممكن اكون فهمت غلط. حضرتك قلت ان المنطقه دي مش منطقه مواجهات تقودها الشرطه الجبال بصفة عامة يا فندم بعد إذن حضرتك قلت كده ولا الجبال بصفة عامة يصعب على قوات الشرطة التعامل فيها. ما هو السؤال بقى لماذا نزل قوات الشرطة؟ هو ده اللي احنا بنسأله. ما هو نازل أنا قلت لحضرتك هو نازل حتى اتقال إن في إذن من النيابة لضبط هؤلاء المتهمين. أيوه يا فندم أنا بقول لحضرتك المعلومة موجودة بقى يومين ومعروف مين اللي هناك إنما هو نازل على إنه هيوصل لمكان لما جاله أول إمبارح وإمبارح إن مفيش حد يبدو دي تحليل بقى من عندنا مش انا طبعا يبدو ان حماسه زايد قال له انزل اكمل المعلومه قد يلاقي بقى وسائل عاش عباره عن ايه ممكن يلاقي اوراق حماس تنظيميه ممكن يلاقي تليفون نمر التليفون توصل معلومه ممكن يلاقي سلاح دفنينه ممكن أنا وهكذا مش عايزة فندم فقد يكون انا مش عايزه اغضب حضرتك ولا اغضب قوات الامن الحاليه أنا بقول بس الواقع. عايز اسال سؤال بس يا فندم ما هو لو حد رايح يقبض على عناصر ارهابيه في عماره سكنيه في منطقه زراعيه في منطقه صحراويه هنا اليات المواجهه ستختلف صحيح. ولا انا فاهمه غلط يا فندم بالظبط طيب ما هو ده بقى اللي الناس بتسال نحن رايحين الكيلو 135 في الواحات البحريه احنا عرفنا حضرتك او انا او الاستاذ عرف
هو قوام القوى كانت ايه دلوقتي؟ لا انا فكره معلش، انا مش بسال قوام القوى يا فندم، انا بسال تسليحه كان ايه. واحده نكمل برضه. تسليحه كان ايه؟ ما نشرفوش. لا ما حدش نشر لسه. بيان الداخليه ما اشرش. ما اشرش بيان الداخليه بكل حاجه يا استاذي. ما هو النونيش ممكن يكون صح وممكن يكون خطا. لحد النهارده ما اكبر تسليح للداخليه قد ايه؟ هامر، عربيات فهد، ناقلات جنود. انا بتكلم عن التسليح الداخليه. الداخليه عندها مدرعات. اي ما هي مدرعات يا فندم. انا بقول لحضرتك نوع المدرعات. انا بقول لك انا حضرتك نوع المدرعه. انا اقول لحضرتك اهو اعلى تسليح للمدرعه عند وزاره الداخليه لا تستحمل الهاون. صح يا فندم؟ فانا وانا داخل وهي الدبابه بتستحمل الهاون. لا اشتبك بقى مع حضرتك. اشتبك. واحد مثلا القوات المسلحه اما لقت ازمه في العبوات الناسفه عملت ايه؟ عملت وقعت صفقه مع الولايات المتحده الامريكيه وجابت نوع معين من المدرعات قادرة لحماية الجنود من انفجار العبوات الناسفة، وتم الدفع بيها جزء من سينا. ومع ذلك حصلت عملية. أكمل. العملية كلها ما حصلتش في نوع الدبابة دي، حصلت في نوع دبابة تانية. أكمل بس. وأنا داخل هنا المنطقة بقول إيه؟ أنا عايز بطاقة جوي. أنت حضرتك عارفة إن الشرطة لا تمتلك طيران. عشان أطلع طيارة لازم يوافق عليها القائد العام للقوات المسلحة. وأنا داخل إذا كان هناك صعوبة زي ما اتفضل سيادة اللواء إن هذه المنطقة بالفعل فيها صعوبة. وان هو وادي وفي منطقه عاليه غيره، فانا ما فيش اي مشكله خالص ان يحصل تنسيق مع القوات المسلحه بنوع دفع الدبابات والمدرعات، ان يتم دفع المدرعات. مش لازم يكون جيش بيدي له المدرعات يتم الدفع بيها، يتم دعم جوي من قبل القوات المسلحه فيها، ان يبقى في ده الاستراتيجيه انا بحطها. انت عرفت ولا ما حصلش؟ انا مش بقلل يا فندم. رد عليا. انت عرفت ولا ما حصلش؟ انا ما عنديش معلومه يا فندم. انت بتتساءل. حد قالك ما حصلش؟ خليك معانا يا سياده اللواء. هو يتساءل كمواطن عادي. انا عارفه والله ان استاذ عصام تساءل امتى؟ بعد اذن حضرتك. لما تتضح الخطه. انا اطرح كل التساؤلات لما تتضح المعلومات. لما الموضوع احنا لغايه دلوقتي اللحظه دي احنا قاعدين في ما في ما في ما في ساعه لحد دلوقتي من القوات ما دخلتش جوه. الضلمه هو اللي حصل ايه؟ الواقعه دي 1:30 الظهر بعد صلاه الجمعه. الواقعه 1:30 بعد صلاه الجمعه. ما حصل الضرب وحصل الكلام ده، الاتصال جوه مقطوع ما عدا السرايين. لان على الطريق من بعد شويه بتخش جوه ما فيش شبكه. ماشي. لما حصل الضرب واتدفع بقوات من هنا عشان تلحقهم كان الضلمه دخلت. ماشي. لحد اللحظه دي في تبادل اطلاق نار والشرطه بتضرب والتانيين بيضربوا، انما ما دخلوش فما سيطروش على الموقف عشان يقول لي انا مين اللي مات بالظبط. احنا عشان كده انا قلت اللي حصل. انا التفصيل ده مانيش عايز اعيش فيه وانا مش عندي المعلومه. سياده اللواء، انا من اول التغطيه دي قلت حاجه مهمه جدا، علينا ان احنا نفرق. وانا اتحدث ايضا مع باحث يحاول يتحرى دائما الدقه والحياديه والموضوعيه في بحثه ما بين المعلومه. صحيح. ما هو منشور من معلومات. صحيح. وما هو من توقعات او تكهنات. يعني دي حاجه ودي حاجه ثانيه. بس انا عايز اسال سؤال هنا يتعلق بطبيعه التنظيمات اللي احنا انا فاكره جمله يعني كنت انت دايما بتقولها وايضا الدكتور عبد المنعم استاذنا اكد عليها، ليس هناك مفهوم يسمى القضاء على الارهاب. صحيح. ما فيش حاجه اسمها كده. صحيح. ولكن في التقليل من مخاطر الارهاب الحد من الارهاب. صحيح. زي ما حضرتك تفضلت. لو انا عايزه اعرف احنا، لان ده سؤال بيساله كل الناس، احنا عارفين عندنا مسارين، مسار يتعلق بحرب على الارهاب، صحيح ان هو احيانا في شغلنا باوضاعنا الاقتصاديه والتحديات والطموحات اللي عندنا بننسى هذا الامر، لكن انا عايزه اعرف احنا وضعنا ايه فيما يتعلق بمواجهه هذه العناصر التكفيريه؟ على اي مستوى؟ على مستوى الامن. ما هو دي طبعا هي زي ما حضرتك كلنا مكافحه الارهاب حزمة كتير او عناصر كتير عشان اقدر اواجه بيها. جزء منها الدولة اعلنت عنه، جزء منه موجود بتشريعات بحاجات لها علاقة باوضاع تنمية في عملية الجانب الديني غيره، لكن في العنصر الامني بشكل كبير احنا حصل في مصر هنا، ويسمح لي سيادة اللواء ان حصل في مصر بعد ثورة 25 يناير انا عندي اجهزة جمع معلومات ان مكافحة الارهاب وجمع معلومات. لا بقى عنصر العمليات الخاصة وده مهم، بس المرحلة الثالثة أو الرابعة بس كمان. بس عينه هي المعلومة. هي المعلومة. هو بيمشي مزلوط. على أساس اللي بيقوم بيه جهاز الأمن الوطني. فأنا عندي أجهزة معلومات متعددة في مصر، جزء منها جهاز الأمن الوطني وهو الجهاز المنوط به لجمع المعلومات الخاصة بالتنظيمات الإرهابية المتطرفة. صحيح. في مصر. يعني مش طبعا العامة تشارك في لحظة من اللحظات الحربية، لكن المنوط به هو جهاز الأمن الوطني. التابع للداخلية المصرية. صحيح. حصل بعد 25 يناير إن جزء منه إن هذا الجهاز حصل له نوع من أنواع الانهيار في لحظة. قاعدة البيانات اللي موجودة لم تكن مكتملة،
ليها، وبالذات ان لا انت بتتكلم يا استاذ احمد 25 يناير، انت بتتكلم ده في فتره جاء صحيح فيها مرسي الى الحكم صحيح ودخلت العناصر المسلحه صحيح الى فيناء صحيح صحيح، وبالتالي احنا بنتكلم حتى اذا كانت معلومات موجوده في الجهاز فهي معلومات قديمه صحيح صحيح. انت عايز خبرات معلومات جديده. اول حاجه ان الجهاز المنوط به هذا العمل المعلومات اللي عندي لم تكتمل بعد. جزء اخر ان كتير جدا من العناصر اللي اشتركت او انضمت لتنظيمات ارهابيه خاصه في سوريا والعراق وخاصه تنظيم داعش خرجوا في 2012 و2013 وخرجوا بالطرق المشروعه على فكره، ما خرجوش تهريب، خرجوا مصر تركيا تركيا سوريا. فجزء من الامر وهو عناصر جديده، عناصر ما كانتش موجود لها سوابق سوابق قبل كده عند اجهزه الامن، ان ده عنصر متطرف فيها. ما كانش عندك داعش يعني داعش في المنطقه والاسماء كتيره. فانا واحد حتى ذي اللحظه جمع المعلومات لم يرتقي الى قاعده حقيقيه في جمع المعلومات. هناك اجتهاد طبعا ان انا بجمع المعلومات، وخاصه ان الخريطه اختلفت زي ما تفضل سياده اللواء، وبقى في عناصر كتيره وعناصر مختلفه. نعم طبعا ده حقيقي. الجزء الاخر من تكتيك هذه الجماعات يتغير طبعا وفقا هنضربه الخرايط بتتغير كله صحيح صحيح، وقوة وموازين القوى بتتغير في المنطقه كله صحيح صحيح. الجزء الثاني انا مش عايز في التوقيت ده، في توقيتات يمكن ان احنا نقدم فيها نقد للموضوع، انا بحاول بقدر الامكان ان انا اكون موضوعي فيها لظروف الحاله، لكن انا مش عايز احمل في هذا التوقيت وزاره الداخليه فوق اصلا ما حدش يقدر يحملها الان، لان ما فيش حاجه بتقول ايه اللي حصل وبالتالي نبدا نتساءل، احنا ما عندناش الروايه الاصليه او طبيعه ما حدث بالفعل. لكن انا برضو عايزه اقول علشان في مشاعر دلوقتي ممكن تبقى انتوا بتسالوا ايه المواطنين العاديين دول يا سياده اللواء اللي بيسالوا حول طبيعه ما حدث بكل الاسئله الحساسه والدقيقه، هو نتيجه حرصه على شبابنا اللي استشهد النهارده. يعني هو اكثر تالما وبالتالي هو بيسال كضمير حي لهذه الامه، هل كفلنا الامن اللازم لابنائنا وامنناهم وهم ينزلون للمواجهه ام لا؟ وهذا سؤال طيب سنسال عنه جميعا طيب يوم الدين. نجاوب يا فندم عليه؟ نجاوب عليه. اولا بشكر الدكتور عبد المنعم سعيد، طبعا ده هو غطى اللي احنا ما غطيناهوش، وكلم كلام فعلا يجب ان يعني يقال على كل اصعده الاعلاميه صحيح. وبزود عليه حاجه صغيره برضو مع كلام الاستاذ، مواجهه الارهاب فعلا بالدرجه الاولى هي يعني مسؤوليه اجهزه جمع المعلومات. ده كلام مظبوط جدا. وجمع المعلومات ده دور مباحث امن الدوله، ومباحث امن الدوله كان جهاز يمتلك أقوى قاعدة معلومات في المنطقة وأكبر خبرات في 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 مجال مكافحة الإرهاب مصر. أنا عايزة حاجة توضح لي معلومة فعلا. الصورة الذهنية اللي عندي أنا طبعا ما عنديش خبرة كبيرة في الأمن، إن الجهاز الأمن الوطني بتاع المعلومات هل كمان بيبقى مدرب على المواجهة لما ينزل عنده مجموعات عنده عشان النهارده عدد كبير من لا عندنا لا عندنا يا فندم مجموعات عشان النهارده كان في قوات من الامن الوطني في هذه العمليه. ايوه بس الامن المركزي هو اللي نازل معاه. يعني الامن الوطني ست ظباط ثلاثه جايين من مدينه نصر وثلاثه من هنا. دول بينزلوا بقى بيبقى مهمتهم ايه يا فندم؟ مهمته ان هو بيواجه الامن المركزي، الامن المركزي بينزل بينزل يواجه. انا بقول له الدخول من هنا، انا بقول له معلومه كذا، بقول له في شباك ورا، بقول له المفروض كانه بيشرح له خريطه المنطقه وصفا ان هو متاح اليه المعلومات. عشان كده القوه هتلاقوا فيها كان فيها قوات من الامن الوطني، من العمليات الخاصه بالزبط، من الامن المركزي، وفي في الامن الوطني بقى، بس ما كانش معاهم الكلام ده النهارده. بس دول بتوع الاماكن المغلقه. في قوات مكافحه الارهاب اللي هي كان زمان اسمها قوات انقاذ الرهائن، دي موجوده في الامن الوطني ومدربه على تدريب عالي جدا جدا جدا، وشغلتها اقتحام الاماكن المغلقه مش الجبال. ايوه استخدمناهم في الجبال برضو قبل كده في الصعيد برضو في عمليات معينه بالظبط. يعني انا استخدمتهم هناك وكانت ونجحوا نجاح باهر يعني، بس في حاجات محدده يعني. فاللي انا عايز اقوله، انا عايز اكمله بس لحضرتك والاستاذ احمد، بص انت بتتكلم على ان المفروض جهاز المعلومات يكون عند المعلومه، كلامك صح. جهاز المنوط به المعلومات ده الامن الوطني وامن الدوله ده تم حله بقرار وانشئ بداله جهاز الامن الوطني بعد ما جابوه الارض، بعد ما الاخوان جابته الارض، احنا لازم نعترف بهذا، بدا يبني نفسه
بعد ما بس على فكره يا فندم انا من مصادر امنيه جوه وزاره الداخليه قالوا لي اطمئنوا لدينا الكفاءات. ايوه انا عارف هذا الان واستعدنا قوتي. انا هنا لا ادافع عن احد لكن صح. انا اصل ده عصب الموضوع. ما انا بقول لحضرتك اتبنى من جديد. انا هتكلم بصراحه اصلا يعني الحكايه دي ما فيهاش مجاملات يا فندم. أيوة. مش ممكن اي مسؤول امني او حتى مسؤول سياسي الرئيس نفسه لا يمكن ان يترك هذا الجهاز يعمل دون كفاءات كبيره لان هو ده اللي هيجيب له المعلومه. ما ده اللي انا بكمله. في حرص من القياده على ان اكفأ ما انا بكمل انا بكمل لحضرتك بقى ما انا بكمل لحضرتك اهو بقول لحضرتك انا بس عايز عشان اوصل اللي انا عايز اقوله. فجهاز الامن الوطني عيد بناؤه من جديد وحاليا يمتلك قاعده معلومات على اعلى مستوى تمام وفي كفاءات على اعلى مستوى والضربات الاستباقيه اللي حققها على مدى السنتين الثلاثه اللي فاتوا كل الناس بتشهد بيها وعلى اعلى مستوى من النجاح ماشي. طيب اللي حاصل بقى في مواجهه الارهاب اللي احنا فيه ده يختلف تماما عن مواجهه الارهاب بتاع التسعينات لان دي حروب. الجماعات اللي انت بتواجهها والتنظيمات اللي انت بتواجهها دي مصنوعه في الخارج مدعومه باجهزه مخابرات اجنبيه. يعني اذا ما يبقى يعني جهاز امن الدوله في الداخل لوحده مش كفايه. ليه؟ لان انت عندك أجهزة مخابراتية تتعامل مع مستوى العالم. صحيح. انت بتتعامل مع السي اي اي. صحيح. بتتعامل مع الموساد. الكلام ده كله مش قليل يا جماعه. طيب انا بس عشان طب بعد اذن حضرتك بس اكمل دي انا بس يا فندم عشان حضرتك عارف ان كل ما اي حاجه بتتقال الراي العام دلوقتي بتبقى ذاتها هتدخل. طب اكمل دي بس اكمل دي عباره واحده. الحاصل عمل للاسف ان احنا يعني طيارات سياسيه وبعض من يسمون النخبه وبعض الاعلاميين للاسف قالوا دي فزاع. هو فين المخطط ده؟ وما زال بيرددوا الكلام ده بالرغم اللي احنا فيه ده كله بيقولوا دي فزاعه. يا جماعة مش كده. والكلام ده اللي قاله الدكتور الأستاذ دكتور عبد المنعم سعيد المسألة أكبر من كده. إحنا في حرب فالحدوتة الناس دي بتضحي بنفسها. اللي نزلوا دول سهرانين من ثلاث أيام. ما أنا الناس دي ما بتنامش. ده اللي أنا عايز أقوله. ما حدش بيأثر. فكون إن يحصل حاجة زي كده ما فيش تقصير. انما هو الشيله تقيله. مش احنا يا فندم اتفقنا ان احنا يعني صدق. البرنامج اسمه كلام تاني. فاحنا دلوقتي حضرتك في 2017 هناك علاقه من الثقه الشديده في قواتنا المسلحه وفي قوات الامن في الداخليه المصريه عشان كده مصر متماسكه. بالظبط يا فندم. فحينما يتساءل صوت وطني باي اسئله الناس اللي قاعده في البيت دي بتعيط عشان شهدائنا دول. فما التساؤل هو لا سمح الله لا يحمل سهم الانتقاد ولا يسمح ولا يحمل سهم التقصير ولكنه يحمل سهم تساؤل الاطمئنان فقط. صح. لكن الثقه في قوتنا الثقه في حجم التضحيه. يعني حضرتك استخدمت تعبير ان قد يكون الحماس لدى هذه القوات لنزولها طبعاً. عشان يضحي بنفسه. هذا الحماس تسبقه الوطنية. تسبقه الوطنية. هو يضحي بنفسه لأنه عايز يصل إلى معلومة. هكتفي بهذا القدر وأشكر ضيوفنا الأعزاء اللواء محمد صادق الخبير في مكافحة الإرهاب ومساعد وزير الداخلية الأسبق والباحث الأستاذ أحمد كامل البحيري الباحث في شؤون الأمن والإرهاب بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. وسننتظر جميعا البيان التفصيلي لوزارة الداخلية المصرية الذي يكشف تفاصيل الواقعة التي وقعت واستشهد فيها عدد من أبنائنا رحمة الله عليهم. الشهادة منزلة كبيرة كان يتمناها أبناء مصر كلهم حتى قواتنا اللي كانت موجودة. كان فيها ابن بار وهو ينعي شهيد زميله كان يتمنى هو أيضا الشهادة. نحسبهم عند الله شهداء ونسأل الله العلي القديم أن ينصر قواتنا الأمنية سواء المسلحة أو الداخلية المصرية نصرا مبينا. نؤمن بطبيعة الهدف الإنساني اللي احنا بنقوم به. نحن نواجه إرهابا وظلاما دفاعا عن العالم وعن الإنسانية كلها ليس فقط دفاعا عن أنفسنا ولكننا نواجه هذه القوى الظلامية من أجل الإنسانية جمعاء. نحسب هؤلاء الشهداء شهداء بإذن الله عند الله ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات أن يتغمد أسر هذه الشهداء هؤلاء الشهداء بالصبر الصبر. اللهم برد قلوبهم يا رب وارزقهم الصبر على هذه الفاجعة الكبيرة. وبعد الفاصل هنتواصل مع حضرتك.
اهلا وسهلا بحضراتكم. بالتاكيد احنا في هذه اللحظات نعيش لحظات صعبه للغايه، رحمه الله على شهدائنا الابرار، لكن احنا اخترنا منذ البدايه ان يكون لنا مسارين، مسار لمواجهه الارهاب ومسار ايضا نحو دوله نحلم بها جميعا، نحقق فيها احلامنا وطموحاتنا، لان بالتاكيد هذه القوى الظلاميه هدفها الرئيسي هو ان احنا نتوقف عن الحياه، نتوقف عن الحلم، نتوقف عن البناء، لكن إرادتنا السياسية وإرادتنا المجتمعية اختارت منذ اللحظة الأولى أن يكون لدينا المسارين، مسار مواجهة حرب على الإرهاب ومسار آخر يتعلق ببناء وطننا ومواجهة التحديات الحقيقية فيه. بقول المقدمة دي لأن في ناس هتقول النهاردة سقوط عدد من شهدائنا، احنا غطينا في الجزء الأول هذا الأمر في المقدمة والفقرة الأولى، لكن ارتأينا أيضا كأسرة برنامج أن احنا نكمل في موضوعنا الرئيسي اللي كنا طرحينه النهاردة، لأن هذا الوطن التضحيات اللي بتقدم الآن من أجل استمرار وبناء هذا الوطن هتبقى ترتاح هذه الأرواح وساكنة وهي مطمئنة إذا تقدم هذا الوطن للأمان. أسف على هذه المقدمة الطويلة، لكن هقول لحضراتكم النهاردة إحنا موضوعنا الموضوع الكبير اللي إحنا بنتكلم فيه بقالنا فترة هو المتعلق بالزيادة السكانية. صحيح إن في نظريات اقتصادية علمها لنا أساتذتنا إن الزيادة السكانية أو العامل البشري ممكن أن يكون قوة وطاقة فاعلة، لكن في دولة بتواجه تحديات اقتصادية زي بتاعتنا فيها هذا المعدل من النمو الاقتصادي اللي احنا بنحاول نرفعه لقدام شوية مش ممكن يستمر معاه الزيادة السكانية الكبيرة اللي احنا بنشهدها خاصة في هذه المرحلة. في إطار هذا التوجه من الدولة المصرية جاءت الفكرة اللي تم الكلام عنها امبارح، وهي الفكرة المتعلقة بطفلين فقط لكل أسرة. خلونا نطرح الموضوع للنقاش مع ضيوفنا الأعزاء في الاستوديو، الدكتور عاطف إشياتاني خبير السكان والصحة الإنجابية، أهلا وسهلا بكم. ايضا النائبه البرلمانيه الاستاذه منى منير عضو مجلس النواب، اهلا وسهلا يا فندم. وايضا الدكتور مجدي خالد مستشار السكان وتنظيم الاسره بمجلس السكان الدولي ومدير صندوق الامم المتحده للسكان الصادق، اهلا وسهلا يا فندم. والاستاذ احمد مصلحي رئيس لجنه الدفاع عن الاطفال بنقابه المحامين، اهلا استاذ احمد. وايضا الاستاذه رندا فارس منسقه برامج السكان والتطوع بوزاره التضامن، اهلا وسهلا بحضرتك. هبدأ بس بالفكرة لأن احنا بنحاول نطور آلياتنا في التعامل مع الزيادة السكانية، لأن هي ده الإطار الكبير اللي احنا بنفكر فيه. في هذا الإطار تم الإعلان عن مبادرة بيتم التفكير فيها، وهي فكرة الدعوة إلى طفلين فقط لكل أسرة. كيف يمكن التعامل مع هذه الفكرة؟ يعني هل يمكن، هل هي، أنا بس عايز أوضح الأول إن هي دعوة ومبادرة لأن الناس هتاخدها بحساسية وأنتوا هتحكموا علينا، هذا الكلام هيتقال بشكل ما، عايزين نفهم أساس الفكرة يا فندم. طبعا الفكرة مش جديدة. يعني احنا لازم نعرف أن برنامج السكان وتنظيم الأسرة في مصر أخذ فترة كان مشهود له بأنه برنامج ناجح. يمكن فترة التسعينات وأول الثمانينات، يمكن بعد كامب ديفيد بالظبط، بدأ يبقى فيه تعاون ما بين مصر وجهات خارجية علشان تقدر تسيطر على نمو السكان، ونجحت مصر فعلا بالخفض معدلات المواليد وخفض معدلات الإخصاب لفترة. وأعتقد أنه لغاية 2005 بالظبط كان رقم، كان سنه غريبه جدا، كل الزياده حصلت، يعني احنا حققنا نتائج كويسه جدا من 95 ل 2005، كان في تحسن كبير في تحسن ساعتها. اللي انا بعتبره بقى ان هو الدوله نفسها بتفقد التركيز في لحظه، بتفقد التركيز لان موضوع السكان ده موضوع يحتاج استمراريه في الدعم متواصل وجيل يسلموا الجيل. احنا عندنا مشكلة في وقت معين ممكن تكون بعض التغيرات السياسية وتقلبات الحكومة وتغيرات الناس المسؤولين، تبص تلاقي الذاكرة اختفت والأولويات اختلفت كمان، لغاية ما جيت مصر وعملت أهداف إنمائية ألفية، مفروض أهداف إنمائية ألفية، ده كل العالم بيجتمع على أن في 20 سنة بعد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وكان مصر أول دولة يعلن من خلالها ارتباط السكان بالتنميه. وكان في خطه لمده 20 سنه كانت هتنتهي تقريبا بالنسبه للخصوبه او معدل الخصوبه ان يكون طفلين لكل اسره سنه 2017.
2005 انحرف البرنامج عن المسار لأسباب كتيرة جدا، ممكن أولها طبعا انتهاء المعونة الأجنبية، المعونة الأجنبية اللي كانت بتدعم البرنامج ساعتها، تغير في القيادات حصل كالملحوظ، فبدأت المؤشرات ترتفع. حتى المؤشرات لما بدأت ترتفع من 2005 محدش انتبه لها اللي بعد ثورة 25 يناير 2011 لما، لان في حاجة برضو بعتبر انها كانت في منتهى الخطورة، ولا زال اللي بيدعو لطفلين لكل اسرة غايبة عنه الفكرة دي. لما العالم كله حط السكان جنب التنمية، كان لازم يفهم كل الناس تفهم ان تنظيم الاسرة لوحده، تحديد الاطفال لوحده، ده ما بيجيش من فراغ، ده بيجي يعني اللي عايز يجيب اتنين له حق يجيب اتنين، اللي عايز يجيب تلاتة له حق يجيب تلاتة، بس بشرط. ايه هو الشرط؟ ان انا اكون واعي للقرار، لان اللي بيجيب اطفال كتير في دلوقتي في مصر هم ناس بساط غلابة موجودين في الريف، موجودين في ريف الصعيد بالذات. هو النقطة اللي حضرتك بتشير اليها يا دكتور مهمة جدا، مستوى الوعي عند الاكثر يعني قدرة على تحمل نفقات الانجاب، ان هم بدأوا يقللوا انجابهم واكثر وعيا للخطورة، لكن المشكلة ان الطبقات المكافحة ان صح التعبير او التي تواجه صعوبات في العيش هي اللي ما زالت التحسن في هذا المفهوم لديها في مشكلة. هي بتفكر بشكل مختلف عن اللي قاعد في المكتب. هي بتفكر الصعيد تقريبا، الناس في الصعيد هم 20% من السكان، وده نتيجة التعداد، انما بيخرجوا 40% من مواليد. يعني حقيقة واضحة، ومحتاجين ان احنا نشتغل على الناس دي كلها. هنشتغل ازاي؟ هننزل للراجل بيطلع بيجيب اطفال بيدور على الذكور علشان يشغلهم في محجر، ونقول له تعالى نتكلم في تنظيم مصر، يقول لك انا عايش ازاي؟ هو بيفكر. الصياد، الصيادين اللي في كفر الشيخ اللي بيجيبوا اولاد كتيرة جدا، تقول له بتجيب اولاد ليه؟ يقول لك بجيب عشان البحر، عشان قد البحر. بيعتبرها مصدر لقوه العمل. اقول له ايه؟ تنظيم اسره؟ لا، ده محتاج رساله مختلفه، محتاج بقى مش رساله مش كلام وخلاص، ده محتاج تنميه شامله، محتاج ينظر للعالم نظره مختلفه. مين اللي بيجيب الولاد الاكثر؟ هم الستات، هم البنات اللي ساعات يتجوزوا صغيرين، هم البنات اللي بيتسربوا من المدارس، هم البنات اللي مش لاقيين فرصه عمل. لا، هم البنات وليد الثقافه الاجتماعيه دي، هم البنت دي لما تلاقي فرصه للتعليم الجيد، وتلاقي فرصه للعمل الجيد، وتلاقي فرصه العمل يخليها تستمر حتى في. طيب انا عندي مشكله دايما الحكايه دي، وانا هستخدم خبره او استغل خبره حضرتك في الامم المتحده في المساله دي. دايما الناس عندنا هنا في مصر يقول لك ومين قال لك ان السكان دول عائق؟ مين قال؟ ده دول ثروة كبيرة جدا ممكن نستفيد بيها ونوظفها ونستغلها، وخاصة ان احنا القوى البشرية عندنا او التركيبة السكانية بتاعتنا فيها الشباب بشكل كبير او بعض. انتوا اللي مش عارفين تستغلوا هذه الطاقة المعطلة عندكم. انا عايز اعرف العالم بيفكر ازاي. تمام، حضرتك اثرت نقطة مهمة جدا، اللي هو اللبس اللي عند الناس، ودي بنواجهها لما نقعد حتى نتكلم مع طبقة مثقفين وطلبة الجامعات. لما نقعد نتكلم معاهم يقول لك طب ما تشوف الصين. مش كده؟ صحيح. المثل اللي يجي على طول اقول له الصين والهند والدول. الصين عشان تصل لهذه التنميه الحقيقيه، الطفره اللي عملتها، كان عندها برنامج سكاني قوي جدا، ما قدرتش تصل الى هذا الا لما كانت قدرت ان هي تخلي البرنامج السكاني بتاعها من طفل، ودلوقتي قد يكون بداوا دلوقتي ان هم يسمحوا بطفلين بعد ما بدات توصل لمعدلات النمو الاقتصادي الكبيره دي. الكبيره بقى، بص حضرتك، هبعد عن الصين، يعني احنا دورنا ان احنا نجيب لمصر خبرات الدول المشابهه ونعرض الموضوع. كل الدول اللي كانت ظروفها الاقتصاديه والسكانيه زينا في الستينات، يعني عدد السكان زي بعض، الظروف الاقتصاديه نفس التحديات، زي مثلا هتكلم على اندونيسيا، هتكلم على كوريا، هتكلم على يعني كوريا في كوريا الجنوبية طبعا كوريا الجنوبية مش نتكلم على كوريا الشرقية. بص حضرتك، في الستينات احنا كان معدل الانجاب اقل منهم، هم كانوا بيوصلوا لسبعة وستة، احنا كنا خمسة، هم حاليا كله تحت التلاتة وما بين واحد واثنين. واحنا كام بقى؟ واحنا تلاتة ونص، يعني كل اسرتين عندهم سبعة اطفال. ده معدل. اذا كل اللي بيدعي ان التنمية لوحدها تكفي هو لازم يبص للي حواليه، وكل اللي بيدعي ان تنظيم الاسره لوحده ممكن هحل بيه القضيه السكانيه برضه. اذا انا عندي محورين اساسيين لازم يمشوا على التوازي مع بعض، برنامج تنظيم اسره جيد بكل الركائز بتاعته، وزي ما قال الدكتور عاطف موضوع التنميه بقى ما ابصش عليه بشكل جزر منعزله، ابص عليه بشكل شامل متكامل،
بمعنى ايه؟ بمعنى الاب الفقير اللي في القرى في الريف اللي بيفكر انه ابنه اوفر له احسن له انه يطلع من المدرسه ويشتغل على توك توك او يروح في حته تانية او كده هيجيب دخل. والمثل بتاعه اللي بيقوله له تملي ما شوف ابن عمك وشوف ابن خالك خد الدبلوم وخد الثانويه العامه وقاعد عطلان من غير شغل. اذا التنميه في التعليم لو الاب ده يعرف ان لو ابنه اخد دبلوم او طلع وقدر ياخد تعليم جامعي بيلاقي فرصه عمل يساعد نفسه ويساعد اللي حواليه هيبدا الفكر يتغير. ده بس معلش يا دكتور اذا انا ما احنا عندنا بطاله في التعليم الجامعي يعني عشان جامعه وقاعدين عشان ما هو الراجل بيقول كده لابنه من اللي هو شايفه. اذا انا لما بتكلم على تنميه مش بتكلم على تنميه كلام مرسل بتكلم على تنميه برامج ان انا اقضي على التسرب من التعليم احسن جوده التعليم بحيث اللي طالع من التعليم يلاقي فرصه عمل. القوانين هي كلها مربطه مع بعضها القوانين المتنظم سن الزواج تفعل لحد النهارده. الاحصاء الجهاز المركزي بيقول لنا 26 احنا بقالنا لحد قبل ما يطلع التقرير ده كنا بنتكلم في 15 و17%. التقرير الاخير بيقول لنا 26% من الزيجات تمت قبل السن القانوني. طبعا كل دي بتخش في الانجاب بدري بتخلف بدري بتقعد فتره الانجاب طويله جدا فده تتوقعي منها ايه فتره. فانت حضرتك لو انا التنميه بتاعتي على المحاور كلها بتاعت التعليم التسرب من التعليم يعني قضيه السكان زي ما الدكتور قال او اشار ما يتمش معالجتها بشكل منفصل عن مش جزء منفصل مش بشكل راسي ده بشكل طيب انا هسال سياده النائبه ما زالت الثقافه المجتمعيه لا يعني ممكن حد مثلا اسره عندها طفل او اثنين ويحصل خطا مثلا ان الست تبقى حامل من غير ما تعمل حساب يقول لك مش مشكله ما هي كل حاجه هتيجي برزقها. هو انتوا عايزين ايه يعني إيه ربنا رزقكم بحاجه تقوموا ايه ده انتوا عايزين تقتلوا نفس بريئه جت الى الدنيا بامر وقرار من ربنا سبحانه وتعالى. طبعا الثقافه المجتمعيه لسه لغايه دلوقتي كل عيل برزقه ويعني انتوا تفرضوا علينا وصايا جيب اثنين ولا جيب ثلاثه وانتوا هتشتغلوا ضد الدين وضد الشرع وانتوا هتتدخلوا في كمان في الخلفه يعني هتلاقي معارضه شديده جدا مجتمعيه وكمان دينيه عشان بس نبقى واضحين لانه يقول لك من حقي ان انا كده اوكي حضرتك عايز تخلف بس ندي لك نسبه تكون داخله الدعم وداخله الخدمات الحكوميه. حضرتك مش تخلف 10 و12 وتيجي تقول انا ما عنديش مستشفيات مكفيه عندي كثافه في الفصول عندي عجز في المواصلات عندي مشكله في منظومه الخبز عندي ده السيده غدا وانت اشتغلت كده فكره المعاشات وتكافل وكرامه والمساعدات على اساس الطفل الاول والطفل الثاني لكن ثلاثه واربعه حتى بطاقات التموين ايضا بدات تشتغل ان الدعم مش هتقدر يعني انا الحقيقه بأسمن فكره ربط التعليم يعني الام اللي بتستمر حافز. تعليمها ده حافز يعني ان هي بتاخد فعلا تكافل الضمان الاجتماعي على قد الولاد اللي بتروح المدرسه. هو ده ربطه كويس لكن انا برضو عايزه اربط اكتر بالانتاج مش بس تكتفي ان هي تكون يعني بتربطهم بالتعليم لكن هي تكون كوني منتجه يعني انا عايزه اربطها بقى بالامهات اللي بتكون منتجه وما بتخليش ولادها تتسرب من التعليم علشان يكونوا هم مصدر دخل للاسره. وده جزء من التنميه المستدامه بقى اللي متهيألي يكون محتاجين تشبيك بين وزاره التخطيط، وزاره الاستثمار، التضامن، المجالس المتخصصه. انا مستغربه جدا احنا ازاي نجحنا من 95 ل 2005 في ان احنا نحقق التقدم الكبير ده، ايه الخلل الكبير؟ يعني يمكن الدكتور اشار الى بعض الامور اللي بيسموها اللوجستيه رغم ان هو تعبير صعب شويه، يعني اشار الى فكره مثلا الدعم، برامج الدعم والمنظمات اللي كانت شغاله معانا فما بقاش فيه الدعم ده، لكن في حاجه غلط حصلت برضو في الدماغ هنا في الثقافه في الوعي تصوري. كل ما بيكون ما فيش توعيه ما فيش حصل؟ لا 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 هو واضح في طبعا هو في حاجه حصلت يعني لازم نذكرها كده بوضوح يعني كل الناس لما تيجي تتكلم في برامج السكان وتنظيم اسره تقول لك هو فين حسنين ومحمدين؟ فين انظر حولك؟ في حاجات علمت مع جيل الحملات اللي صغيره طبعا ما تفتكريش الكلام ده انما بعديها للاسف لازم نقولها يعني ان 100% من هذه الاعلانات والتوعيه الكامله للشعب المصري برسائل واضحه كانت 100% من المعونه الاجنبيه. لما انتهت المعونه الاجنبيه
محدش انتبه. هم بصراحة ما اقدرش انكر ان احنا قعدنا فترة وهم بيكلموا القيادات في الوقت ده عايزين خطة لاستمرار هذه الأنشطة بدون الدعم الخارجي. الناس كانوا في منتهى الوضوح. أنا أعتقد أن وزارة التضامن شغالة على ده. يعني أنا شفت مثلا يمكن عشان أنا متابعة نشاط السيدة غادة والي لأنها مهتمة جدا بالقضية دي بشكل كبير جدا. أنا شايفة أن عندكم حملات كبيرة للتعامل مع هذا الأمر لأنها نزلت عشان تواجه الفقر فاكتشفت كل بقى المصائب الخاصة بهذا الأمر. شافت الأسر زي ما سيادة النائبة اللي عندها 8 و9 مش كده؟ تمام. احنا الحقيقة في وزارة التضامن الاجتماعي مشروع 2 كفاية بيستهدف السيدات المستفيدات من برنامج تكافل تحديدا. يعني عندنا 1,003,836 سيدة في 10 محافظات. أغلب المحافظات في الصعيد فعلا لأن نسبة الإنجاب هناك عالية جدا بشكل مطرد يعني ونسبة الفقر كمان عالية طبعا. فعلا دي حقيقة المشروع بتاع 2 كفاية من ضمن حزمة من المشروعات اللي بيتم تنفيذها تحت برنامج تكافل بهدف ان احنا ننتقل بهذه الاسر من مظلة الحماية الاجتماعية لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة. وده اللي حضرتك اشرت ليه فعلا ان احنا محتاجين ان احنا ننهض بالخصائص السكانية بشكل متكامل. يعني مش هينفع اروح اكلمهم على توعية لطفلين لا ده هم لازم فعلا يكونوا بيروحوا المدرسة وفعلا احنا يعني هو دعم مالي مشروط 85% لازم الطفل يكون بيحضر المدرسة ولو ده ما تمش الدعم ده بيتسحب من بالظبط كده. ف لا ليه لما اشتغلتوا على الأرض أصل في الصعيد سيادة النائبة معايا السيدة مش صاحبة القرار ده في عزوة وفي زوج وفي حما وفي يعني الكبيره بقى اللي هتقول لها تخلفي قد ايه يعني ده يمكن تقول لها طب انت خلفت 2 بس ومش هتعرفي طب هنجيب له واحده تانية. انا بتكلم عن واقع بقى يعني وانتوا نزلتوا لده في ارض الواقع فالست هنا هي مغلوبه على امرها اذا كنتوا هترهنوا عليها فهي مش هي ده هي مغلوبه على امرها ده لما بتكون فعلا الست غير منتجه. علشان كده احنا محتاجين ان الست يكون مصدر للدخل علشان تغطي العجز المالي اللي في الاسره ودخل الاسره بانتاجها هي. لا هي ست الست في الصعيد في العائلات منتجة الكبيره منتجه بس في القطاع الغير رسمي. الست احنا عندنا السيدات اللي بتشتغل في القطاع الغير رسمي في الغيطان وفي المصانع وما بتتحسبش. انت لما تسالي مثلا اي فلاح انت كم واحد بيشتغل معاك في الغيط يا حاج يقول لك انا وابني مش حاسب ان مراته ولا بنته ولا اخته ولا امه مع ان بيكون في 4 سيدات تانيين معاه في البيت بيشتغلوا في الغيط بس مش حاسبهم. الحاج بتتكلمي عن مستويات اجتماعيه معينه وهي دي المستويات اللي بتجيب. انا عندي المنيا اعلى نسبه انجاب. الجيزه تلت الزياده السكانيه طالعه لي من الجيزه لانها تجمع بين الريف والحضر. فيعني ده ما بنتكلمش على الصعيد بس لكن في محافظات فعلا فيها المعدل. انا لو سمحتوا لي حضراتكم من يعني من ملاحظه بسيطه ما سيصلح في المنيا ربما يختلف في الدقهلية ربما طبعًا. يعني كل منطقه ما ليها استراتيجيه لابد ان تكون مختلفه. لازم يكون في التعامل مع القضيه على مستوى مركزي ومستوى لا مركزي. مستوى مركزي بنضع سياسات دي سياسات دوله. المستوى اللا مركزي حسب طبيعه كل محافظه بتعمل بتطوع السياسه السكانيه بتاعتها طبعا الثقافه بتاعه المجتمع طبعا المعدلات الزياده طبعا نسبه الفقر الموارد المتاحه صح. فلازم طبعا الخطط لما تيجي تتنفذ على ارض الواقع يبقى كل محافظه ليها الخصوصيه لا مركزي لن. في بعد مهم جدا وانا هو ده اللي انا عايزه اكلم فيه جمهورنا النهارده وانا مبسوطه ان حضرتك معانا للدفاع عن مساله حق الطفل. الحقيقه ان اي اسره تفكر ان هي تجيب 1 أو 2 أو 3 لازم تحسب حساب دقيق جدا في مستوى الرعايه اللي هتقدمها لهذا الطفل. وهنا الرعاية لا تتعلق فقط بالتعليم والصحة لكن تتعلق أيضا بالتربية ومواجهة المخاطر وإخراجه كمواطن صالح. وهنا يجب أن يتم الانتصال لحق الطفل في حياة أفضل وده شغل حضراتكم كمجتمع مدني بقى بالظبط. خليني بس أقف عند عمل الأطفال وده نقطة مهمة جدا ودي يمكن هتحل كتير من الألغاز. أولا محظور تماما عمل الطفل قبل سن 13 سنه. يعني قبل سن 13 سنه ما ينفعش يشتغل في اي حاجه. حضرتك بتتكلم على الكتاب لا في واقع خلينا نقول في 6 سنين و7 سنين وبيشتغل. معلش خلينا نقول يعني احنا دايما بنتكلم عشان نقدر نعمل حاجه صح لازم نبدا من الكتاب.
عشان نقدر نعمل حاجة صح لازم نطبق القوانين دي وبعد كده نتكلم في ازاي بقى نطبقها. بس عشان نقول ان انا عندي أسرة دايما بتدور على ان الطفل ده يشتغل، انا هجيب عزوة عشان تشتغل حتى لو كان في الارض في الزراعة فانا هاخده واشتغل كده، ده محظور. لو وصلنا ان احنا نقنع الأسرة دي ان ده ممنوع ممكن هنا وقدرنا نطبق ده ممكن نحل جزء من المشكله. محظور يعني حضرتك هتروح تربط سياده النائبه يعني لا انا بس هقول حاجه، سياده النائبه كانت بتقول واحد بيشغل ولاده معاه في الغيط، هتروح حضرتك تقبض عليه عشان هو شغل ولاده في الغيط؟ ايوه. طب حصل فين ده؟ مش حكايه قبض، انا لازم اخد اجراء قانوني لوقف ده فورا. انا عندي مثلا وزاره القوى العامله عندها التفتيش على عمل الاطفال، عندنا في كل محافظات مصر اداره للتفتيش على عمل الطفل، لازم الاداره دي تشتغل بشكل حقيقي وتوقف عمل الطفل، وده نقطه مهمه جدا ولازم نتكلم فيها ولازم واحنا بنتكلم كده النهارده لازم نخش في حلول واقعيه في ارض الواقع. انا حاسه ان احنا هندخل في مواجهات صداميه. ليه؟ انا بحاول بس اكون واقعيه. الاسر دي هتقول لك ده ابننا ده اللي بياكلنا ويشربنا، وانتوا عارفين الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها. طب يا سيدي اكلني وشربني وانا مش هشغل ولادي، شوف لي وظيفه هنا فعلي. نرجع تاني هنا اعمل لي مشروع. بالظبط. نرجع هنا للتنميه. التنميه لما بنيجي نتكلم فيها مش بنقول برضو من الكتاب، العمليه معقده قوي. لا بس مش برضو لو احنا بندير النهارده مؤسسات لازم نحط خطط، لازم نحط استراتيجي في ده ازاي اعمل تنميه حقيقيه ومستدامه. يبقى لازم هنا مشروعات صغيره. فكرة المشروعات الصغيرة، ليه ما نشتغلش على المشروعات الصغيرة في الأماكن دي بشكل حقيقي، وإن الأسرة دي يبقى عندها مكنة خياطة تشتغل وتشتغل سيدة غدا والي شغال على برنامج فرصة. مش كده يا فندم؟ في برامج كتيرة مختلفة. إنما أنا لسه عند الحتة اللي حضرتك بتسأليني عليها، المجتمع المدني. بالظبط. هقف عند كل الخطط دي مش ممكن تنجح إلا بمشاركة المجتمع المدني. بالظبط. ده مستحيل. بالظبط يا فندم. وده اللي الناس اكتشفته من الثمانينات. يعني لما أمريكا تكتشف ده سنة 86 وتبدأ تشرك المجتمع المدني. لا ونبقى نروحش لأمريكا، نروح لتونس. أقصد نروح لتونس. ده كل مش كده يا فندم ولا أنا غلط؟ نروح لتونس. تونس بس أنا عندي الأردن مستوى الوعي والثقافة والتحضر ومواجهة الأمية ومواجهة الزيادة السكانية في تونس كان من خلال المجتمع المدني. تونس وصلت لمستوى الإحلال في الزيادة السكانية وماشية عليه بقالها سنوات طويلة ما بتتغيرش. شفت يا فندم أنا مذاكرة إزاي؟ ثقافة الشعب بقت ثقافة. لا ثقافة لا. فأنا عايز أقول لك حاجة مهمة جدا. المجلس القومي للسكان وده يعني أنا آسف المقطع بس علشان أنت حضرتك بتقولي الموضوع صعب وفي مشكلة. يعني الدكتور مجدي بيقول لك تونس بقت ثقافة شعب إنه يجيب طفلين. صح. إزاي عامل الشعب يجيب طفلين؟ مجتمع مدني ومحدش بيقول لهم دلوقتي مفيش حد هيكلمهم في تنظيم الاسره، محدش بيقول لهم كده. خلاص ده قرار أصر. ده قرار اسره. ما هي بقت قناعه يا فندم. ليه بقى حضرتك؟ مكون رئيسي ليه؟ علشان تونس كانت من الدول القياديه التي قادت العالم العربي في برامج صحه وتعليم من ايام بورقيبه. يعني قاد عمليه التعليم. علشان كده لما نروح تونس بنلاقي الناس هناك على وعي، حتى الفقراء بيبقوا نفس سلوكهم غير شويه التعليم. مفيش حد زي بس بالمناسبه صنعوا المجتمع المدني عشان احنا كده فتحنا تونس. لان ما كانش بشغل حكومات بس يا دكتور. حبيت ان انا اركز على ان الشعب ما كانش شغل حكومات بس. المجتمع المدني في تونس بس المبادره من الحكومه. الحكومه اللي بتدي الحريه هي اللي بتدي القوه للمجتمع المدني، هي اللي بتدي المساحه اللي يشتغل فيها. طيب انا عايزه حضراتكم عشان احنا قاعدين هنا في الاستوديو بفكر ان احنا ننزل او نزلنا فعلا الشارع عشان نشوف راي الناس في الشارع في حكايه الطفلين دي. واحنا عملناها طبعا كعينه عشوائيه عشان نشوف بس الفكره مدى قبول الناس ليها. اسمحوا لنا حضراتكم نطرحه يمكن ده يفتح لحضراتكم نقاط رئيسيه للنقاش. ايه رايك في حمله طفلين وبس؟ كويس. في الظروف اللي احنا فيها دي اتنين كويس، يعني عشان تقدر تربيهم كويس وتصرف عليهم كويس فيفضل يبقى اتنين احسن. ده شيء كويس. انا بقول انا انجب طفلين اتنين. ابسط شيء ان انا اربيهم كويس، اعلمهم كويس، البسهم كويس. انما خليني ان انا جبت 6 7 10 ماشي، مأواهم فين ولا مأواهم فين؟ مأواهم الشارع طبيعي. انا مش جد بس حرام. احنا في ربنا ولا شارع بكده؟ احنا اللي هنقول لا او ايوه؟ يعني ايه كل واحد المفروض يخلف اتنين بس؟ ده مثلا هديكي مثال بسيط جدا. مثلا في الصعيد الراجل بيفضل يخلي مراته تخلف لحد ما تجيب له ولد واثنين وثلاثه وعشره، ولو جابت 4 5 6 بنات خلفي تاني لحد ما تجيب لي عيال عايزهم يبقى عايزهم، هيعمل له ايه؟ يعني ان شاء الله ربنا ادانا يبقى 2 3 يعني، بس برضه في الاول وفي الاخر ده حاجه راحت انا يعني ربنا اتاحها ليا، فمش هيجي عبد اللي هو يجي
يحرمني منها. انا شايفها ان هي حاجه صح جدا، لان بالنسبه للظروف اللي احنا عايشين فيها لا، ده بالنسبه للمستقبل لو طفل واحد كفايه. انا شايف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا حسنا على التكاثر، فيعني بس برضه بالعقل كل حسب ظروفنا. بس انما انا تقول لي ان حد تحكمني ان تقول لي مثلا ما تجيبش عيلين، بس انا جبت مثلا عيلين ولا حاجه واثنين بنتين ونفسي في ولد او العكس، بايه تمنعني ليه؟ وبعدين ايه اللي هي انت مشكلتك انت في كده؟ قول لي هات زي ما انت عايز وقول لي مثلا شيل الدعم عن التالت. انا مقتنعه بيها عشان تحد من الزياده السكانيه، او ممكن طفلين وبعد كده يبقى يلغوا الدعم عليهم من الدوله، من التعليم ولا بطاقه التموين وكل حاجه. لا ده طبعا مش طبيعي، مش قانوني اصلا. ازاي طفلين بس انا وحيد عايز يبقى معايا عزوه؟ انا عندي اتنين وان شاء الله ربنا يديني واخليهم 10. انا الحكومه ما بتصرفش عليا، انا بصرف على بيتي. انا مش قادر، ده مقدار عند الواحد، لكن حتتي يحددوا لي اتنين لا طبعا ما يرضيش ربنا طبعا. مظبوط جدا، انا دي حاجه كويسه جدا. عايز فوق الاتنين تدفع ضريبه طبعا، دي حاجه معروفه يعني، وبتطبق برضو نفس الكلام بره، فدي هتحسن من البلد يعني. بص الزحمه عامله ازاي. المفروض اي واحده واي واحد في الزمن اللي احنا فيه ده كفايه عيل ولا اتنين، كفايه عيل واحد كمان. كل واحد بيقول لك الشارع بيقول تكاثروا وتناسلوا فناني وبقي بكم يوم القيامه زي ما الحديث الرسول بيقول، بس الدنيا غير الدنيا دلوقتي. كل واحد يا دوب هو عيلين يقدر يكفيهم ومعلمهم كويس. هستقبل تليفونات حضراتكم، بس لازم اخد تعقيب من ضيوف الاعزاء سريعا على ما قيل في اراء الشارع. اتفضل يا دكتور. ثلاث حاجات. اولا في تضارب بين الاراء، في ناس مع وفي ناس لا. الثقافه بتاعت المجتمع ظهرت، اللي بيستند للدين واللي بيستند للعزوه واللي بيستند في ان ده حق الزوج ان هو يجيب عشان الذكوره يعني. عشان ايه الثقافه بتاعت المولود الذكر، فكلها بتصب في انها موروثات ثقافيه ومعادات اجتماعيه بتمشي يعني في الاتجاه المعاكس لان احنا نحل القضيه السكانيه، وده اللي احنا محتاجين نشتغل عليه. استاذ احمد خليني ابدا بس بشكل بما اني قانوني يعني. اتنين، لان حضرتك سالتيني السؤال ده وهو برضو في ردا على التقرير. اتنين في الاسره، كل ما قل عدد الاطفال في الاسره كل ما قدرنا نوفر لهم رعايه وتنشئه افضل وتعليم افضل، وده القانون بيلزمنا بيه ان انا ابقى مسؤول عن ابني وبنتي في البيت، ان انا اوصلهم لاكبر مراحل تعليميه وتنشئه صحيحه وسويه في المجتمع. وده شيء مهم الفكر جدا. الفكر اللي حضرتك بتفكر فيه الى مدى قربه من الشارع في ضوء العكس. ما هو الشارع هنا احنا تقريبا كلنا متفقين على التوعيه، واول كلامنا واول ده تقريبا كل الضيوف اللي موجوده. احنا محتاجين توعيه لتصل لكل الاشخاص وكل الاسر في لغايه البيت. صحيح. نستخدم الاعلام، ممكن نستخدم كل الطرق الممكنه قدامنا عشان نقدر نوصل للاسر. وزاره التضامن لازم يكون ليها دور اكبر من ده في الوصول لهذه الاسر بشكل. انا هسال الاستاذ رعب على ده اوسع، لان ده سؤال مهم جدا. هو حضرتك قلت حاجه مهمه قوي، لكل بيت. احنا فعلا بدانا مبادره تحت مشروع اتنين كفايه بالتعاون مع المجلس القومي للمراه، بينفذ برنامج اسمه طرق الابواب. طرق الابواب مستو ان هو بيوصل رسائل توعيه لكل سيده داخل بيتها ليها ولاسرتها. ادرجنا بعض الرسائل التوعيه الخاصه بالسكان والمباعده بين الاطفال وتعزيز الاسره الصغيره، تمام، واديناهم. احنا عندنا في تكافل في قاعده بيانات متكامله ومفصله عن هؤلاء السيدات، توزيع الجغرافي بتاعهم، الخصائص السكانيه، وسائل الاتصال بيهم. فالحقيقه هم بيروحوا من الباب للباب من خلال وعظات دينيات تبعت للازهر والرائدات الريفيات معانا طبعا وزاره الصحه والسكان. والحقيقه ان في قبول شديد جدا من هذه الاسر لرسائل التوعيه. يعني انا ساعات احس ان الكلام كتير زي ما حضرتك كنت. انا عايز اسالها سؤال مهم على الورق يعني. لا لا، انا نفسي الاسر الفقيره جدا، لان كنتوا عندهم خريطه قادرين فيها يوصلوا في ضوء حتى تكافل وكرام. بامانه شديده بتلاقي استجابه يقينيه كده، ايمان من الام اللي بتعاني دي ان كفايه اتنين، ولا لسه بصراحه في مشكله في الحكايه؟ انا عايز اسال حضرتك دي حاجه انا مش هقدر اقيسها النهارده. احنا قبل ما ننزل عملنا تقييم اولي للوضع، اهم المفاهيم الاجتماعيه السائده بين هذه الاسر، اهم المفاهيم الدينيه زي ما حضرتك اشرتي ليها،
على فكره احنا عندنا مشكله واشارت اليها سياده النائبه منذ اللحظه الاولى. فكره الثقافه الدينيه الثقافة المرتبطه بهذا الامر. تمام. ده يعني وهنا بقى وانا دايما اساند مشيخه الازهر والامام الاكبر الدكتور احمد الطيب، نحن في حاجه الى خطاب ديني مستنير يتعامل مع هذه المشكلة. واعتقد ان الامام الاكبر نفسه الدكتور احمد الطيب ربما يكون يلمس هذه المشكلة كل يوم، لانه عنده بيت الذكاء اللي عمله لمحاولة التعامل مع او التصدي للفقراء ومشاكلهم. فانا اعتقد ان فضيلة الامام قد رأى ذلك بنفسه، وبالتالي انا لا اقول ان يعني حاشا لله او يعني لا سمح الله ما حدش فينا يقول لفضيلة الامام ما الذي سيقوله، ولكن في ضوء هذا الواقع اللي احنا بنراه عن الفقر والفقراء والتحديات الاقتصادية اللي احنا بنواجهها، ما هو الخطاب الديني المستنير والحكم الديني المستنير في هذه اللحظة؟ لان حضرتك اشرتي منذ اللحظة الاولى ان في مشكلة كبيرة في الثقافة، والتقرير بيقول ده، يعني يقول لك ده ربنا اللي اداني انتوا مالكم انتوا. خليني اقول لك انه حملة طرق الابواب يعني كان ليا شرف ان انا استخدم حملة طرق الابواب ديت من 2011، كان في وجود 2012 بوجود السفيرة ميرفت التلاوي، واكتشفت كنز في المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان اسمه الرائدات الريفيات، وابتدينا نعمل بيهم توعية. لا كنت قدمت المذكرة ديت وابتدينا بيهم توعية كانت سياسية والحث على النزول للانتخابات والدستور والرئاسة، وكان ليها استجاب مدلول يعني مردود كويس قوي قوي. بعد كده ابتدينا نستخدمها مع المجلس القومي للمرأة في توجيه بقى توعوي أكتر للتنمية المستدامة، للصحة الإنجابية، للختان، للزواج المبكر. خليني أقول لك المفاهيم اللي رددوها الناس من بقهم، المباهاة، أنا عايزة أفهم الرسول صلى الله عليه وسلم هيتباهى بأمة ناسها أطفالها بيعانوا من أنيميا وتقزم وفقر دم وجهل وتعدي وانتهاك وضياع وكل يعني ده بقى المفاهيم الغلط. يعني حق يعني بيربيه باطل فعلا، إنه يعني بيغلطوا الحاجة ويقول لك أنتوا بتتكلموا على إيه؟ أمة كلها نسبة الأمية فيها أعلى نسبة أمية فيها، ونتيجة لدوت ما عنديش تأمين صحي ليهم، ما عنديش مدارس تكفيهم، ما عنديش يعني موارد غذائية تكفي كل كده، عندي قرى بتعاني من قحط شديد في الغذاء لأن ما عندهمش موارد للتنمية. طيب، ولا للعمل. طيب هنسمع بعض الأراء. لا ضرر ولا ضرار، وده كله ضرر بصراحة. طيب هنرجع لكافية المواجهة مرة أخرى، لكن هاخد بعض الاتصالات. أستاذ طارق، مساء الخير يا أستاذ طارق. مساء النور، اهلا وسهلا بحضرتك. انا بحييكي وبحيي ضيوفك الكرام اللي موجودين كلهم. فضل. وبحيي كمان الموضوعات اللي حضرتك بتتناوليها، بس انا ليا تعليق صغير. لما جينا نتكلم او الضيوف بتوع حضرتك لما جه تقريبا الاستاذ احمد مصلحي يتكلم عن تطبيق القانون، حضرتك قلتي ان ده هيعمل عمليه صدام، مع ان احنا عندنا ان المفروض تطبيق القانون ما بيعملش اي صدام، بالعكس ده هو اللي بيعمل انجازات. يعني حاجات كثيرة جدا في الدولة لما جت الدولة ابتدت تطبق القانون وتاخد المواقف اللي نص عليها القانون وتواجه فعلا المجتمع بيها، المجتمع ابتدى يتعاون. حتى مثلا لو كان في مناطق عشوائية ابتدت الناس تخرج من المناطق العشوائية وتنتظر لغاية لما يحصل عملية تعمير ومباني أفضل، فبالتالي الناس لقت نتائج كويسة فابتدوا يتعاونوا مع الدولة في الموضوع ده. أنا شايف برضو إن لو إحنا طبقنا القانون فإن إحنا ما نخليش الأطفال يشتغلوا، نعمل عملية رقابة، تفعيل دور الأجهزة الرقابية، الوزارة بتاعت التضامن بتعمل مجهود كويس جدا، بس بالتالي لو هي تعاونت مع المجتمع المدني وطبقت القانون بحذافيره. طيب أنا بسأل حضرتك، حجم الإنسان يتراجع في قراره شوية، لأنه هيلاقي إن هو يعني مش عكس الطيار، فبالتالي ممكن يبتدي يعيد حساباته، يبتدي يشوف إذا كان يبقى عنده طفلين، عنده ثلاثة، لا يقول لك أنا طفل واحد يكفي، لا طفلين يكفوا. أنا بسأل حضرتك يا أستاذ طارق، معلش حضرتك سامعني؟ أه طبعًا، اتفضلي يا فندم. حضرتك متزوج؟ أه يا فندم. عندك قد إيه أطفال يا فندم؟ عندي طفلين يا فندم. هايل، ربنا يخليهم لك يا رب. ربنا يخليكي، أشكرك جدًا، أشكرك جدًا. أستاذ عبد الفتاح من القاهرة، اتفضل يا أستاذ عبد الفتاح. مساء الخير يا استاذ رشا. مساء الخير يا فندم.
دائما مشرقة وموضوعاتك جيدة وبنستمتع بها جميعا وننتظرك دائما. الله يعزك يا استاذ فتحي، اتفضل. الله يحفظك يا فندم، الله يحفظك. هو الوقت ده شيء جميل، بس ده هيبقى قانون مثلا ويتنفذ، ولو اتنفذ هيتنفذ على اللي جاي ولا ممكن يتنفذ بأثر رجعي؟ يعني الوقت اللي هياخدوا منه العيال اللي جابها ولا ايه؟ يعني لا مش العيال، يعني الوقت ده اللي عنده 4-5 ليهم البطاقة التموينية ماشية والتعليم ماشي والمميزات، ولا لما يبقى اللي جاي هو الولدين وهيبقى المميزات بتاعتهم هي اللي هياخدوا؟ أسئلة مهمة يا أستاذة فتاح هطرحها عينيا. حاضر، معانا مين يا جماعة؟ أستاذ خالد؟ ألو؟ طيب، في سؤالين مهمين جدا، وده على فكرة كان مسار حديث على وسائل التواصل الاجتماعي. هي مبادرة طفلين دي مبادرة ولا قرار حكومي؟ يعني أي حد يجيب أكتر من طفلين هيتعاقب؟ لا 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 لا، هو أولا لازم نعرف حاجة، يعني في حقائق معينة كده محتاج الناس تعرف. الحوافز المرتبطة في تنظيم الأسرة على مستوى العالم حقوق الإنسان اللي بتحاربها، يعني محدش واقف معها، العالم كله يعني، لان العالم مصمم على فكره معينه واعتقد ان احنا جادرين بتبنيها، ان الرجل وزوجته لهما الحق الكامل في تحديد عدد الاطفال، بس في مقابل هذا لازم الحكومه تديهم القدره الكامله على اتخاذ القرار الرشيد الواعي. ازاي فهم؟ يعني لازم طول ما الفلاح الغلبان او الاجير الصغير التعبان ده بيجيب ولاد كتير، مش المفروض ان انا اعاقبه لان هو له حق ما اخدوش؟ ده العالم اللي بيتكلم. هي دي الفكره بقى العمليه، عشان كده قلت ان احنا لازم نبقى واقعيين. فلازم انا اتعامل معاه انه انسان له حقه في التعليم وفي الوعي وفي الفقر، لان برضه العالم اجمع في الاهداف الالمائيه الالفيه، وانا بعتذر على الاهداف ساعات تخض شكلها. لا، الالمائيه الالفيه دي كلام بيخلي الناس اجتمعوا 20 سنه بس. برضو الرئيس السيسي اجتمع في سبتمبر 2015 مع زعماء العالم واتفقوا على 20 سنه تانيين 2030 على اهداف اسمها اهداف المائيه المستدامه. ما نقدرش نركنها ننكرها، لان في نقطه مهمه جدا، كلمه محوريه في الأربعين سنة اللي فاتوا هو الفقر. كل الأهداف اللي بتحارب، اللي بتحاول إنها تشتغل على الصحة وتشتغل على التعليم وتشتغل على الاستدامة وتشتغل على البيئة، كلها محورها هي الفقر، إن الفقر هو سبب كل المشاكل. لا طبعا، عشان لا، الفقر هو اللي بيخلي الإنسان ما يعرفش يتعالج كويس. لا بس أنا قلت حاجة يا فندم مهمة، يعني حتى قبل ما نبدأ الهوا، أنا عايزة نركز في بعد عميق جدا، لان انا دايما ببقى شايفه ان الطبقه المتوسطه هي القادره على تحريك حاجات كثيره في مجتمعنا. لازم يبقى في وعي عام يا فندم. انا لو ام وعندي طفلين، مستوى اهتمامي بيهم كام هيختلف لو بقى ثلاثه، وهيختلف يا فندم. طب ابسطها لك، ابسطها لك بمثل، يعني حتى مساله التربيه، مساله طيب الاهتمام، مساله الرعايه. انا ابسطها لك ببساطه. في يعني حكمه لا، هو في حكمه قديمه قالها فقهاء العربيه تنسب الى ابو ذر الغفاري رضي الله عنه: لا تستشيروا من ليس في بيته دقيق فعقله ذاهب. يعني هو عايز يوصل ان مرحلة البني آدم اللي بيبقى مشغول بأكل ولاده وتأمين معدتهم بيبقى وصل لمرحلة بيستقبلش فيها رسائل، لا توعية ولا اي حاجة، اعلى بيه شوية بالمستوى صح ده. صح صح، فهي دي الفكرة، ان هو الفقر هو سبب كل المشاكل. عشان كده مهم جدا نركز، يعني لما انزل المجتمع. بس ما هو برضو الفقر سببه ايه؟ ما انا هقول لحضرتك، انا كده هدخل في البيضة والفرخة، انا هربط لان الفقر برضو ما هو ناجم من ان زيادة كبيرة والموارد قليلة والخدمات. هخليني عملي، هخليني عملي. وزارة التضامن بتنزل تحارب الفقر مباشرة، بتدعي عينيه. وزارة التضامن لا يمكن هتحول هذا المجتمع وحدها الى مجتمع بمواصفات احسن، لا يمكن تحقق اهداف الحكومه كلها. لازم لازم جهات تانية تنزل تشتغل يدا بيد مع وزاره التضامن، علشان لو هي وهي الفقر حضرتك اللي انت بتحاربيه دلوقتي هو ما يكفيش. يعني لما انا ادي 300 جنيه او 400 جنيه هو ده ما يكفيش، ده انا بخلي الناس يا دوبك تعرف تعيش. خلينا اسال الدكتور، هي كمان انت في يعني مصيبه ثانيه يا فندم. احنا ادينا كم الفقراء؟ ده دي القضيه الثانيه كمان. احنا يعني لسه الفقر اللي هو تحت الخط الفقر لسه ما وصلناهوش اصلا يعني. برضو علشان نكون، عشان برضو اكمل الفكره بتاعتي، ان هي في حقائق معينه ان في مصر هنا علشان موضوع الانجاب الكتير،
العينه لما الناس بتتكلم دي عينه عمديه الناس بتنزل تبص وتسال الناس معينه، انما في مسوح بتتعمل في مصر عشان تعرف الشعب بيفكر ازاي. الحاجه الغريبه اللي حضرتك واقع لازم تعمليه ان الفئه المتوسطه المجتمع اللي هو احنا يعني ناس كتيره فئه كتيره بتحب ثلاثه، يعني الدوله بتدعو لاثنين، ولنفس الدوله اللي هي فيها المسؤولين الكبار اللي قاعدين والناس المجتمع المدني الكبار جايبين ثلاثه. ده المسح اللي بيقول كده ان معظمهم متوسط ثلاث اطفال، فانا اولى بان انا احطهم في الاستهداف ان الناس دي تبدا تبقى قياده الناس تسمع كلامها. يعني النقطه الثانيه ان اللي عايزين تنظيم اسره كل 100 ست في مصر لما بيسالوهم الطلب على تنظيم اسره 71% 71.6%، يعني كويس جدا. بس اللي بياخدوا منهم اللي 59 بس، هي دي العقده بقى. انا وحدت لك عشان اقول لك ايه، ده في 13% من الستات محتارين مش عارفين يعملوا ايه. يعني اتمنى مستنيين مستنيين كل الحكومه توجههم مستنيين توجيه اعلانات ده جزء من ضمن الحياه المبادره اللي احنا عاملينها. احنا عندنا فعلا 12% حاجات غير ملبيه، سيده نفسها انها تنظم اسره بس ما عندهاش القدره انها توصل للوحده الصحيه. السيدات بتوعنا في مناطق متطرفة جدا داخل المحافظات، يعني محتاجة تركب مواصلة تقعد مثلا 6-7 كيلو عشان توصل للوحدة الصحية. اللي احنا بنعمله حاليا في اتنين كفاية ان احنا بننسق مع الجمعيات الاهلية اللي عاملة في مجال السكان. تمام، احنا كنا لسه امبارح عندنا ورشة عمل مع 98 جمعية اهلية، ان احنا بالتشارك طبعا مع وزارة الصحة ان احنا هنحاول ان احنا نطور العيادات الصحية بتاعتهم بالشكل يناسب المعايير. انا فاكره ان المبادرة راحت ادت وسائل منع الحمل في البيوت. ده فعلا بالفعل، لا هو جوه البيوت ده صعب حضرتك لسبب بسيط ان الوسائل مختلفه جدا. دي وحده عيادات متنقله. العيادات المتنقله دي تبع لوزاره الصحه بالفعل، وداخلين معانا برضو ان يعني احنا عاملين زي حصر جغرافي الجمعيات الاهليه متواجده فين. هنقوم بتطوير هذه المراكز تمام وفقا للمعايير الدولية، وهنوفر وزارة الصحة توفر وسائل تنظيم الأسرة تمام، وهنجيب أطباء وممرضات. وزارة الصحة عاملة مبادرة اسمها كمل عايزينك للأطباء والممرضات المتقاعدين، هيتم تعيينهم بحيث ان احنا نقدر نغطي المناطق المحرومة من هذه الخدمة. يعني اللي زي ما الدكتور قال تمام. عايز بس مش عارف يعمل ده، فاحنا هنوصل. هم بيتعاملوا مع الشريحه هي الاحتياجات غير ملبيه. ستات فهم في المسح القومي بيقولوا احنا مش عايزين اطفال بس احنا ما بنستخدمش، لانهم عندهم اسباب كتير لعدم استخدام منها، ممكن يكون مش عايزين مش قادرين نروح له واحده يعني. فهي فكره اللي بتقولها الاستاذه راندا في الفكره جمالها في التكامل مع جهات ثانيه المجتمع المدني، بس انا اعتقد ان وزاره الصحه مش محتاجه ان تطور عياداتها، عياداتها كويسه لا متطوره جدا، بس نطاقها الجغرافي مش واصل لمناطق كتيره جدا، وهم معانا شركاء بعيده خاصه في الصعيد. بالظبط. طيب احنا حطينا سؤال على صفحتنا وانا مبسوطه جدا من النتيجه، فعشان كده عايزه اقولها، هل توافق على فكره طفلاين فقط؟ 78% على صفحتنا قالوا نعم، و22% قالوا لا. لا احنا لو اشتغلنا على 78 هنبقى كويسين جدا. اسمحوا لي بس يا فندم بعد اذن حضرتك يا دكتور، هاخد فاصل قصير واعود بعده للحوار وتلقي اتصالات حضراتكم للمشاركه معانا. بس عايز اكد على عشان الاستاذ عبد الفتاح سال هذا السؤال، هذه مبادرة يعني، لكن ما حدش دعوة اكتر، ما حدش هيقول لك اصل في حد قال لي النهارده يعني اصل انا سمعت ان انا عشان اجيب طفل ثالث عايز الحكومه توافق تديني ترخيص. عدنا مرة أخرى لحضراتكم، والحقيقة أن سيادة النائبة السيدة النائبة منى كانت بتقول مسألة مهمة جدا، في ثقافة مجتمعية أيضا ترتبط باستخدام وسائل تنظيم الأسرة. دي لازم نقولها بصراحة. يعني في مفاهيم صحية مغلوطة متناقلة بين السيدات البسيطات عن وسائل تنظيم الأسرة، ان بتخليها تتخن، بتجيب سرطان، يعني حاجات كده فبتنفرهم، ودي حاجات تغرست مع اجيال. يعني امها قالت لها كده وحماتها وعمتها،
فتقول لك لا ما تاخديش حبوب منع الحمل, دي هتخنك وبوظك ودي بتجيب سرطان فما تاخديهاش. لازم المفاهيم دي نواجهها بصراحه ونفهم انه ده ثقافه بقى صحيه, او هنا دور وزاره الصحه بالمناسبه. الرائدات الصحيات بقى ده جزء من المفترض يا دكتور. لا ده موضوع يعني نفهمه. ما انا هقول لحضرتك حاجه, حضرتك اثرت نقطه في منتهى الخطوره لما قلتي اللي بتقول الاستاذه منى ده دور وزاره الصحه. هو دي مشكله موجوده في البلد ان هي حقوق الناس متقسمه على المصالح الحكوميه. معايا؟ الثقافه الصحيه مسؤوليه وزاره الشباب, الثقافه الصحيه مسؤوليه وزاره الصحه طبعا في الاول, والثقافه الصحيه مسؤوليه وزاره التعليم والتعليم العالي, الثقافه الصحيه مسؤوليه وزاره الاعلام او الهيئه الاعلام او التلفزيونات. بس مين اللي هيديني المعلومات؟ مسؤوليه المجتمع المدني. ده اللي مين اللي بيديني وزاره المعلومات؟ الصحه مسؤوله وحيده على ارسال الرسائل بالزبط. اعلان الرسائل فقط يا دكتور. حضرتك تلفزيون دكتور بشري يا دكتور. دكتور بشري. طيب انا اعرف منين المعلومه الطبيه الصح؟ ما انا بقول لحضرتك ما بقول لك اذا مسؤوليه وزاره الصحه. ما انا قلتها واضحه وصريحه. وزاره الصحه مسؤوله على اصدار الرسائل الصحيه السليمه ونشرها مسؤوليه جميع المصالح منهم المجتمع المدني منهم وزاره التضامن كل المصالح. انما ده بيحصلش. ما هو حضرتك اشرت الى نقطه مهمه. لازم في اطار الحملات اللي احنا هنعملها للاعلام والتوعيه دي محتاجه فعلا ان احنا نصرف عليها ونشتغل عليها, يبقى فيها جانب من ده يا دكتور. واوعي تخافي للست مثلا ان وزنك هيزيد, واوعي تخافي ان ده هيجيب لك عقم بعد فتره, واوعي تخافي ان ده صحيح. مش عارفه انا اقصد ان تبقى رساله واضحه يعني حاجه دي وعي بيبدد المخاوف دي مش كده ولا ايه يا فندم؟ هو حضرتك لازم يكون في وعي مجتمعي عن فوائد تنظيم الأسرة وتصحيح للمفاهيم الخاطئة عن تنظيم الأسرة. أولا تنظيم الأسرة هو مش بس المقصود به أن أنا خفض العدد وباعد بين الولادات. تنظيم الأسرة علميا ده له فوائد صحية بالنسبة للسيدة. فبالتالي أنا لازم الثقافة دي تصلها بالزبط. يا إما من الوعي المجتمعي عن طريق البرامج التثقيف الصحي. يعني أنا بشوف برامج كتير في التلفزيون تثقيف صحي مهتمة بالرجيم مهتمة بجراحات التجميل. أنا عايز أشوف برنامج تثقيف صحي مهتم بتنظيم الأسرة. صح والله يا فندم. يعني إذا ده دور يعني أنا بعتبر إن دي حلقة مفقودة. محتاجين برنامج توعية صحية. وبعدين يجاوب على التساؤلات دي. حتى يقول لك مش عارفة الحبوب بتعمل مية تحت الجلد بتزود وزن. حتى كليات الطب أهملت تدريس تنظيم الأسرة للطلاب. فبيطلع جيل من الدكاتره مش حاسين ان هو ذات اهميه, ففي اولويات اخرى. احنا عايزين ندعم التعليم صحيح. الطبي صحيح. في النقطه دي صحيح. طيب اسمحوا لي حاجه بس اخد بعض المداخلات. معانا مين؟ استاذ ايمن من السويس. اهلا يا استاذ ايمن. وعليكم السلام. عليكم السلام يا فندم. من حضرتك هو في سؤال بالنسبه كنت عايز اطرحه على حضرتك. ليه اخ متجوز اثنين تمام, فدلوقتي هو مثلا معاه مخلف اثنين من الاولى والتانية مثلا معاه منها واحدة برضك, وعايز برضك يبقى مثلا دي عايزة برضك اثنين دي عايزة اثنين. فبالنسبة هيقع في قانون بالنسبة اللي هو متجوز اثنين؟ عايز افهم بس يعني كده. هو هيبقى مثلا معاه اربعة في كل الاحوال مفيش قانون يعني طب نجاوب على ده عشان ده سؤال مهم. هو بدأ يعدوا بدأوا يحسبوها هم على فكره ابو فاهمين ايه قانون على فكره. هو هي مبادره يا جماعه. بس هو اخوك ما كانش المفروض يتجوز اثنين. معلش خد مين انا الاجابه دي بقى علشان يعني عشان يتجوز اثنين فنجيب من هنا اثنين ومن هنا اثنين في النهايه الحصيله هتبقى صح. انا اسفه طبعا مش من حقي اتدخل في حياه حد الشخصيه بس ده دي مداعبه بس. خليني اقول انا عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا عشان احنا بس يبقى قعدتنا منتجه واحنا بنتناقش في اي موضوع لازم يكون في. طب اسمح لي بس المداخلات بصعب علي الناس عشان الفواتير بتاعت الكروت. لا لا لا. معانا مين يا جماعه؟ استاذه ماجده من اسكندريه. اتفضلي يا استاذه ماجده. مساء الخير عليكي وعلى ضيوفك الكرام. مساء الخير يا فندم. انا بتكلم بخصوص الموضوع اللي حضرتك بتتكلمي فيه انت وضيوفك النهارده. انا بتكلم ان حقوقي بستمدها من القانون فعلا, لان قانون الطفل لو عام على البلد كلها احنا هو ده اللي احنا محتاجينه. احنا محتاجين تطبيق القانون, لان انا حقوقي بستمدها من القانون. فبالتالي لو رأيت تطبيق الحقيقي للقانون ده هيؤدي ان الحقوق دي ليها سقف من التطبيقات. يعني مفيش بعدها مش هيبقى فيه انتهاكات, مش هيبقى فيه طفل بيشتغل, مش هيبقى فيه
يعني حضرتك عايزه قانون يلزم بالامر ده؟ اه طبعا. هي بتتكلم على انفاذ القانون. هي بتتكلم على تنفيذ القوانين ذات الصله بصفه عامه. حضرتك بتتكلم، انا عايزه بس افهم منها استاذه ماجده، حضرتك تقصدي قوانين ايه تحديدا؟ قانون الطفل، انا عايزه قانون الطفل يتطبق بالطفل زي العماله، وان قانون الطفل لو اتطبق فعلا إيه إيه يعني لما حد يشغل ابنه غير مسموح بده، وبالتالي حضرتك هتقضي على ظاهره ان الناس تخلف كتير عشان تشغل ولادها. طبعا المراقبه على شغل الطفل، ان يكون المكان اللي ما يبقاش فيه اطفال، كل اسره لو طفل او طفلين هيقدروا يطلعوا بيهم، وهيقدر الاطفال دي هتكون حد كويس، هيبقى البلد كلها فيها ناس كويسه من الاطفال، لان احنا كشعب بنطلع من الاطفال، احنا ما كبرناش مره واحده. صح يا فندم، شكرا يا استاذه مجد. استاذ ايمن من شبرا الخيمه، اتفضل يا استاذ ايمن. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام يا فندم. والله كنت عايز اتكلم عن موضوع حضرتك بتتكلمي فيه حضرتك دلوقتي بالنسبه للطفلين. بس ده في حكايه، يعني ايه تحفيز؟ ايه التحفيز اللي يخلي الواحد يجيب اثنين بس؟ يعني ده سؤال مهم. هو هيجيب اثنين، طب ايه يعني لو جاب اثنين دوت هيبقى ليهم حق في تعليم كويس، هيبقى ليهم وظيفه في الدوله بعد ما يتخرجوا مباشره؟ ما لازم يبقى في تحفيز عشان الانسان. صح. صح صح، ده دي ملاحظه مهمه جدا، احنا ان احنا نخلق ثقافه تحفيزيه تحس انك انت في حاجه هتاخدها لما تعمل ده، يعني ربط الاثنين ببعض برضو مساله مهمه. طيب معانا مين يا جماعه؟ استاذ احمد من الدقهليه، اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم يا استاذ رشا. عليكم السلام يا فندم. معاك احمد من الكوم الدقهليه. اهلا يا استاذ احمد. اهلا بحضرتك. اولا يا استاذ رشا، احنا كنا زمان في حاجه اسمها الثقافه الجماهيريه، كانت بتنقل لنا الكوره، وكانت بتعرض افلام قصيره في الاماكن، في اماكن في الشوارع والله. وكانت فعلا بتفيد الناس بالنسبه للزراعه وبالنسبه لتنظيم الاسره وكده. فين الثقافه الجماهيريه الايام دي يا استاذ رجاء؟ فين؟ وبالمناسبه كانت الحملات دي موجوده في التلفزيون المصري كمان لسه موجوده يا استاذ رجاء. احنا بقينا 104 الوقت، يعني كده حرام. كان المفروض الثقافه الجماهيريه والاعلام يركزوا شويه على تنظيم الاسره. حاضر يا فندم. فعلا يعني. حاضر. ماشي. طيب. حقيقه الاستعلامات لسه احنا اتفضل. احنا عايزين بس نقف عند رقم واحد وعليها المجلس القومي للسكان، يعني هي ناقصه تاني. احنا عشان نقدر ننفذ اي خطه او اي كلام لازم يبقى عندنا جهه اداريه مسؤوله، هذه الجهه بتعمل استراتيجي كامل، الاستراتيجي ليها رؤيه بمشاركه المجتمع المدني، ونبدا نحط نبدا ننفذ من اول التوعيه لغايه تطبيق القوانين على الجميع، بحيث ان احنا نقدر ننتج في ده. المجلس القومي للسكان، بتكلم عن المجلس القومي للسكان الان تابع لوزاره الصحه، اعتقد ان دوره تابع لوزير الصحه. طيب يرأس وزير الصحه وليس تابع لوزاره. انا ايه الفرق يا فندم؟ وزير الصحه يرأسه بصفته وزير الصحه، انما ديوان وزاره الصحه مختلف عن ديوان المجلس القومي للسكان، عن الهيئه التامين الصحي، عن كل دي مؤسسات. هل ده صحيح؟ يعني هل مجلس قومي المفترض انه يبقى جهه مستقله بتقوم بدور وترسم سياسات حمايه الناس وحمايه السكان وتحط اسمه وزير الصحه والسكان ازاي؟ لا ما يبقى، ما عشان الاسم ده. طب وانا اسمع لا مش عشان اسمه، عشان ملف في الدول العالم يعني ايه؟ انا احب قوي نمشي زي دول العالم. مش كده يا فندم؟ هو الدول العالم فيها يا اما مجالس سكان متخصصه، يا اما وزاره مستقله. لكن هي عاده ممكن تتبع رئيس الوزراء، في بعض الاحيان بتتبع مباشره لرئيس الوزراء كمجلس للسكان. هي التبعيه هنا ممكن تدي دعم سياسي، لكن المهم الصلاحيات اللي واخدها المجلس كدور تنسيقي وفي وضع الاستراتيجيه وتنفيذها. وده حاليا المجلس القومي للسكان له استراتيجيه قوميه، والمفروض ان هو يشرف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات اللي احنا قاعدين نسكت فيها. بس اللي بيعرض رؤيه مصر فيما يتعلق بالسكان هو وزير الصحه في كل المؤتمرات. بالظبط. بصراحه هو اللي بيعرض، رئيس المجلس القومي هو اللي بيعرضها بناء على اللي جاي له من المجلس القومي للسكان من خلال المقرر، او اذا كان وزير او مساعد وزير مسؤول. لكن المجلس القومي للسكان المفروض هو الجهه العليا المسؤوله عن التنسيق، ويكون عندها الخطه الاستراتيجيه وعندها قدره على التواصل مع جميع الاطراف المعنيه وجميع الوزارات وجميع الوزارات. عايز بقى تعرف الحقيقه وده موجود. انا قررت اقول الحقيقه، اصل انتم مسهرني سهره كبيره. انا هقول لك الحقيقه. الحقيقه ان المجلس القومي للسكان تم اعلانه 84 وبرئاسه الرئيس حسني مبارك. حسني مبارك ما استحملش جلسه واحده وقال لهم عيش حياتكم،
انا ما اقدرش اكمل لان الملف السكان ملف دوله، هو مش ملف دولة. مؤسسه مش ملف صغيره يعني. ملف دوله يعني، مو في اي حته في الدنيا اللي نجحت هو ملف دوله. الدوله في دول الدوله بتقرر، دوله بتقرر وتكلف المصالح والمؤسسات انها تشتغل على اساس ده يعني. اللي حصل بقى ايه؟ 30 سنه سياسه الدوله المعلنه ان رئيس الجمهوريه يسال رئيس الحكومه لما يشوف التعدادات هو ايه اللي بيعدي، ايه اللي معلي معدل مواليد كده يا فلان، بس الدوله كلها تتقلب. 30 سنه اول مره تحصل دلوقتي. انا بقولها لك فعلا بقى بحق صار مفيد لحضرتك. اول مره اول مره حكومه كامله برئيس وزراء تقعد قدام مقرر ووزير الصحه والسكان ومقرر مجلس علشان تناقش نتائج التعداد ونتائج المسح السكان الصحي والوضع السكان المصري. اول مره انا شغال في السكان من السنوات، من اول السنوات. فانا بقول لحضرتك اعتبر الفتره السنه اللي فاتت او السنتين اللي فاتوا دي بدايه جديده، بدايه حقيقيه فعلا يعني. لا اول لا مره لا للامانه انا هقول حاجه هنا بس للامانه، لو ان الوزير اجتماع ما فيش اجتماع كنا بنحضره للسيد الرئيس او في افتتاح مشروع او في اي حضرتك. حاجه الا وكان الرئيس هذا الامر يعني، حتى انه وجه رسائل لنا نحن كاعلام اننا نتحمل مسؤوليه كبيره في هذه. هو عنده قلق وهاجس طول الوقت انه مهما حقق من تنميه في النهايه هو بيقسمها على عدد كبير. هو ده الصح. يعني حضرتك سالتي سؤال في الاول واحنا ما جاوبناش عليه. قلتي الفتره اللي حصل فيها التراجع عارفه السبب الرئيسي؟ السبب الرئيسي فقدان الدعم السياسي لهذه المرحله. المرحله اللي الدكتور عاطف حكى الكلام اللي انا بقوله بيزعل، ده هو اسمه بقى ايه؟ فقدان الدعم السياسي. فقدان الدعم السياسي يعني هو راجل ألطف. بيقولها ألطف. انا بقول لك الحقيقه، انما هو ألطف. على فكره الموضوع كده ما بداش ياخد الشكل اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي الا باراده السياسيه، انما تحدث الرئيس بعد اكتر من مره. الرئيس السيسي يتحدث ويذكر موضوع السكان، فبياخد احنا عايزين بقى الدعم السياسي ده اللي احنا خدناه الامبريلا دي من الرئيس تنزل الروح تنزل بقى وتبقى يعني دافع لكل الجهات اللي احنا قعدنا نحكي عليها والوزارات وعلى الدوله والحكومه ان تنفتح بقوه على المجتمع المدني وان يكون شريكا يعني لها في هذه. انا مختلف بقى كده معلش. انا عايز اقول حاجه مهمه جدا. احنا دلوقتي ليه طول الوقت محتاجين لاي حاجه نعملها وده دورنا كجهات حكوميه ان احنا نستنى الدعم السياسي؟ لا صح. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي عشان احد من زواج القاصرات استنى رئيس الجمهوريه يتكلم فيها؟ عشان اوقف التعدي الجنسي على الاطفال اللي مالي الدنيا استنى رئيس الجمهوريه يتكلم فيها؟ ده كلام يعني. عشان انا وزير الصحه بقى اني منطق وزير الصحه يبقى رئيس مجلس او مسؤول عن مجلس قومي للسكان اللي بيحط استراتيجيه حمايه السكان بالتنسيق مع كل الوزارات؟ لا طبعا هقول لحضرتك مفيش اي منطق. انت جيت على نقطه مهمه على فكره، هي لها رد على فكره. طب نسمع الرد. الموضوع ده انا وجهه نظرك دي انا يعني بصراحه معجب بيها، انما هو يعني ناقصه محتاجه انها تكمل يعني. اولا الدعم السياسي على مستوى العالم هو شرط اساسي لانك انت تتحرك. طبعا ان انت تتحرك لقدام، ان انت والنجاح اللي عندك كان حاصل لما كان في دعم سياسي. احنا النقطه الثانيه، ما انا هكمل اهو. انا هكمل النقطه الثانيه. ايه هو بقى ايه؟ حضرتك كان ممكن تسال سؤال تقول ايه هو احنا كل لما نيجي نفتح الملف عايزين نفتحه تاني هنستنى اشاره من فوق؟ هو ده اللي خطا، اللي هو الدعم السياسي مطلوب استمراريته وما على فكره الدكتور قال ده في بدايه كلامه، قال هو ده مسؤوليه الحكومه استمراريه. مساله يبقى جزء من عمل المؤسسه بالسلطات اللي قال عليها الدكتور مجدي الكامله، القوه الكامله، التمويل اللازم عشان يستمر ولا يرتبط بتغيير حكومات. هو ده الصح. طيب. الملف اتفتح يبقى مش محتاج ان انا بعد خمس سنين يجي رئيس الجمهوريه تاني يفتحه تاني علشان اهتم بيه. طيب. طيب. كده انا معاك. دي انت محتاج رئيس دي بقت رؤيه الدوله خلاص. يبقى ناقصنا المؤسسه. ناقصنا المؤسسه. العمل المؤسسي ده محتاج دعم في البدايه خالص. دي بقت رؤيه الدوله. بعد كده خطه للجهاز الحكومي كله يشتغل عليها. حضرتك في بدايه كلامك قلت احنا اشتغلنا شويه وصلنا لغايه 2005 الاداره اتغيرت الاداره السياسيه فغيرنا كل العصر. صح. فده معناه ايه؟ معناه ان احنا محتاجين شخص واحد هو بس اللي يدي اشاره التحرك فالناس تجري. طبعا لا احنا معلش لا هو ما يقصدش كده فعلا. لا هو ما يقصدش هذا المعنى يعني انا اسف خليني اتكلم بطريقه ضيق القصير ده. لا لا احنا بصراحه لا يا فندم ما اتكلمناش في الموضوع الا لما في اراده سياسيه فعلا. ده الحقيقه يعني. بس دي الحقيقه اللي لازم نواجهها. بس احنا عايزين نقول لا بقى احنا عايزين نقول لازم يبقى في ماشي مش غلط احنا بنقول ايه ده قصدي يعني ان احنا يبقى عندنا خطه واضحه
والخطه دي كل شخص يتعامل عليها مؤسسة. كل مؤسسيه وده العمل المؤسسي هيتناقض مع فكره ان شخص هو اللي يقود على فكره يا فندم على فكره يا فندم على فكره يا فندم عمل مؤسسي واضح وكله واخد استراتيجي شغال عليه احنا هنا الخبره الدوليه في الموضوع كنا حريصين تكون معانا موجوده انا سالت قلت حاجه مهمه في الاول كمان لازم يبقى في حاجه اسمها لا مركزيه حضرتك هتشتغل في الدقهليه بمحافظه برؤيه ما انا بس عايزه اقول حاجه ما الاثنين مش متناقضين يعني يكون يبقى في اراده سياسيه كبيره بتدفع طول الوقت في الموضوع اصل احنا لازم نبقى صراحه لما الرئيس بيقول اعملوه بنعمل طب معلش انا يعني كل المجالس المتخصصه ينبغي ان تكون تابعه لرئاسه الجمهوريه علشان اقدر احاسب وزير ولا رئاسه وزراء مش ممكن يعني مجلس تابع لوزير احاسبه ازاي وهو المسؤول هذا فكره الاستقلاليه هنا الاستقلاليه وانا عايزه يعني من ينفذ هو من يراقب هو من يتابع طيب انا بس اسمحوا لي عشان يشاركنا لا انا عايزه بس يعني احنا معلش نجاح المجلس القومي للمراه في الفتره اللي فاتت اللي هو تابع لرئاسه طيب خليني بس يا فندم انا شايفه دايما المجالس المتخصصه عن تجربه عمليه لما بتتبع لرئاسه الجمهوريه بيكون عندها استقلالية. يعني استقلالية و طب اسمح لنا يا استاذه منى وده دستوري طيب اسمح لنا عشان احنا معانا يعني بعتبره رجل انار لنا الطريق في المرحله الماضيه بنتائج التعداد السكاني انا بعتبر ان هي دي اللي انارت لنا الطريق عشان نشوف احنا ايه اللي بيحصل حوالينا اللواء بكر جدي مساء الخير يا سياده اللواء استاذه رشا مساء الخير بيوصلك الكلام الحلو اللي انا بقوله عن حضرتك ولا لا لا انا بيوصلني كل كلامك الله يخليك الله يخليك انا بمسي على حضرتك وكل ضيوفك الاعزاء اهلا وسهلا والحلقه المهمه جدا جدا لان دايما كلنا عارفين ان ده اكبر تحدي بيواجه مصر صحيح انا من سنه وانا بقول ان ده او اكتر من سنه بقول ان ده اكبر تحدي بيواجه مصر اكبر من الارهاب واكبر من التباطؤ الاقتصادي واكبر من كل مشاكلنا والحمد لله احنا اكتسبنا دعم كبير جدا من سياده الرئيس خاصه في مؤتمر اسكندريه لما سيادته قال ان ده فعلا اكبر من ارهاب وسيادته قال ان احنا كنا بنتعامل مع هذا الموضوع باستحياء وده تحول كبير جدا في الدعم السياسي لكل العاملين في هذا المجال اللي كل اللي قاعدين قدام حضرتك واحنا يعني اعتبرنا ده حاجه كبيره كده. انا بس عايز اضيف حاجه زيادة عن اللي اتقال في الحلقة دلوقتي ان هي تاخدنا لمنطقة تانية ان اتقال في الحلقة دلوقتي ان اللي بيجيبوا اكتر المواليد هم اكتر الناس الافقر وده مش عندنا بس في كل بلاد الدنيا ودول موجودين في الصعيد وفي ريف بحري وفي الاطراف اللي هي الوحدات الصحية فيها لا يمكن تكون بتقدم خدمة للناس دول والناس دول اللي بيجيبوا لنا المواليد ما هم لا بيسمعوا التلفزيون ولا بيتوعوا العالم كله واجه هذا بالاتصال المباشر الاتصال المباشر يعني ايه؟ يعني حد يخبط على الباب ياخد الست من ايدها يوديها الوحدة تلاقي طبيبة او طبيب مش مهم يبقى طبيب او طبيبة حد قادر على تقديم هذه الخدمة البسيطة احنا عندنا كل محافظة النهاردة فيها جامعة والجامعة ايه المشكلة اللي يبقى فيها معهد تمريض عالي للبنات يخشوه بجامعاتهم وتتواجد المشكلة اللي عند وزارة الصحة دلوقتي انها تلاقي اطباء يروحوا الاطراف دي ويقعدوا فيها ويقدموا خدمة كويسة للناس اللي بتروح لهم هي دي يعني استاذه رندا كانت لسه بتقول عن مبادره مع وزاره الصحه بدات تطلقها لعوده الممرضات والخبرات اللي تم يعني الاستغناء عنها ان تعالوا تاني احنا عايزينكم عشان نستخدم يا استاذه رشا بلد بتواجه هذا التحدي ما قدامناش غير هذا الطريق بنجلاديش من 20 سنه كان الاسره 8 تنفار النهارده الاسره 2.4 بالاتصال المباشر صحيح. ان احنا نروح للي بيجيبوا لنا الولاد دول نخبط عليهم وناخدهم نوديهم الوحده ونلاقي في الوحده حد يقدم خدمه ممتازه مش مهم يبقى دكتور وكمان احنا بلد زينا لازم تصنع كل ما هو بيستخدم في هذا المجال وده مش شيء صعب ابدا النقطه الهيكليه بقى والتنظيميه اللي كنتوا بتتكلموا فيها المحترمه ان فعلا السكان دول مش مشكله وزاره الصحه دي مشكله البلد
فالمجلس القومي للسكان لابد أن يخرج من عباءة وزارة الصحة ليكون حاجة أكبر من كده شوية. وزارة الصحة عندها دور مهم جدا بس دور محدود، وليس في صناعة السياسات وليس في تقييم الوضع اللي بيحصل ونجاح الناس في إيه اللي نجح وإيه اللي ما نجحش. وزارة الصحة عليها دور مهم جدا في حتة تقديم الخدمة. صح. تقديم الخدمة وتوفيرها. لا انا عايز اقول حاجه تانية كمان بصراحه يا سياده اللواء، يعني اي وزير صحه في بلد زي بلدنا عنده مشاكل لا يمكن لاحد ان يتحملها، اصعب وزارتين الصحه والتعليم، فعبء مشكله كبيره ايضا كزياده السكانيه دي محتاجه زي ما حضرتك تفضلت شغل جامد جدا. ده كمان عنده مجلس قومي الطفوله والعموم. يعني ففكره الفكره اللي حضرتك بتقولها مهمه جدا يا سياده اللواء. في تعليق اخر يا فندم؟ في المجلس القومي للطفوله والعمومه عمره ما كان تبع وزاره الصحه. تبع وزاره الصحه لان كان لوحده وجد وزيره غابته جوه وزاره الصحه. انا مستغربه لان المجالس القوميه دي كانت مستقله. اوضاع غريبه جدا لابد ان تصحح. صحيح. انا بشكرك سياده اللواء ابو بكر الجندي رئيس الجهاز العام للتعبئه العامه والاحصاء. شكرا يا فندم. وانا كل مره يعني بيجي على ذهني صوره هذا الرجل وكل له احتراما وتقدير شديد، لان يوم ما كنا قاعدين في القاعه وبتعلن المؤشرات الخاصه بالتعداد السكان في فرق كبير جدا بين ان انا اكون عندي تصور ما وان عندي معلومه يقينيه ومؤكده بتقول كذا، فرق كبير جدا. عشان كده الناس اللي عملت الشغل ده يعني عملت اللي عليها، احنا بقى ناخد هذه النتائج وهذه المؤشرات ونشتغل عليها. احنا طبعا تعليقا على قاله السيد اللواء ابو بكر، هو ركز على نقطتين. النقطه بتاعه هو راجل عامل، عايزنا نروح للناس على طول ونشتغل عليهم. ده كلام سليم. هو جاب سيره برنامج تنظيم الاسره بقى، يعني احنا اتكلمنا كتير في حاجات ليها علاقه بالتعليم والفقر وخلافه، وقلنا تنظيم الاسره ان هو ركيزه. تنظيم الاسره في الوقت الحالي هي وزاره الصحه بتبذل مجهود كبير وكلنا بنقدره، ولكن لسه في حاجات احنا برضو عايزين ندفعها ونعرفها. بالارقام في حوالي 2.8 مليون سيده لا يحصلون على وسائل تنظيم الاسره اللي هو اتعرفت بانها الحاجه الغير ملباه. دول بقى انا محتاج زي ما قال لواء ابو بكر ان البرامج اللي هي بتصل للسيدات اقدر اوصل للمجموعه دي واوصل لها الخدمه بالشكل اللي تخلي هذا العدد ال 2.8 مليون دول انا لما اوصل لهم هيعملوا فرق معايا في الوضع الرقم. السكاني في الرقم فرق كبير جدا. فالحتت المحرومه اوصل لها حملات وعيادات متنقله. اعتقد ده اللي بتحاول تشتغلوا عليه. العيادات اللي ما فيهاش طبيبات او كده اقدر اعملها عن طريق الاعاره، عن طريق التدريب، عن طريق ارفع كفاءه الاطباء. الوسائل تنظيم الاسره هي طبعا متوفره وكل حاجه، لكن برضو احنا عايزين نعرف دور القطاع الخاص. القطاع الخاص يقدم 50% من الخدمات. حل بحاجه يعني تنظيم الاسره بيتم في دول العالم. في التجارب اللي حضرتك شفتها الدول الحكومات هي التي تعمل على هذه القضيه ولا القطاع الخاص شريك فيه؟ القطاع الخاص والمجتمع المدني الاثنين شريك. واحنا في الوقت لا بس قولي في تجارب الدول. في المشاهد اللي قال ملاحظه ذكيه جدا، قالك ايه الحافز اللي هيخلي اسره تقول لها خلفي اثنين احسن؟ دي على فكره ملاحظه ذكيه جدا. هل تم في النموذج في دول بعينها خلق الحوافز دي؟ في اولا هي فكره الحوافز سواء اذا كانت سلبيه او ايجابيه دي فكره مرتبطه بالحقوق. خلينا نتفق بلاش العقابيه خليها تحفيزيه. خلينا ولا تحفيزيه. خلينا نقول ولا تحفيزيه. خلينا نقول ان الحق ان الانجاب حق بس مش حق مطلق على فكره. يعني انا برضو يعني ممكن نجادل بره الموضوع شويه في موضوع الحقوق ده. هو احنا بتوع الامم المتحده يعني بنتكلم على موضوع الحقوق ده كتير قوي. هو الانجاب حق فعلا، بس لما تيجي بقى في وقت ظروف زينا لازم حقوقي انا كمواطن ما تصطدمش بحقوق الدوله. يعني اذا كنت انا في مرحله انا كابتن النائبه قالت حاجه جميله جدا، لا ضرر ولا ضرار. ما هي يعني دي الفلسفه اللي حكمها. اذا كنت انا في مرحله دلوقتي تستوجب ان انا يبقى في دعوه وخلينا مش هنقول بقى قانون طفلين، هنقول انها دعوه ونشتغل عليها. لانه الاستطلاع اللي حضرتك عملتيه دلوقتي بيقول ان العدد اللي موافق على مش قليل. لا فده اتجاه ده انا ممكن ابني عليه لو ركزت في الاعلام وركزت في الدعوه وركزت في التوعيه المجتمعيه ونزلت على القاعده بتاعت الريف والسيدات والكلام ده الرائدات. هقدر اعمل وعي مجتمعي يوصلني لفكره نتبنى قضيه في الوقت الحالي اللي هي الاسره الطفلين لكل اسره من غير ما اعمل قانون ولا حاجه واشتغل عليه واشوف النتائج شكلها عامل ازاي. طيب انا خليني اقول لك بقى حاجه عمليه وده بقى من الشغل على الارض. احنا في مجموعه متدربه
اسمهم الرائدات الريفيات والاجتماعيات بيصرخوا بقالهم سنين ان هم يتثبتوا، بدل معلش سامحوني ان انا اطلب اجيب دكاتره ممرضات بعاد عن العزبه والقريه والمكان اللي موجود فيه، لا انا عايزه واحده عارفه ام ايه وام محمد وام خالد بتروح لها وتكلمها، مش هجيب دكتوره ما تعرفش حاجه عن البيئه اللي موجوده فيها. رائدات الريفيات يا فندم معانا فعلا في طرح بس في جزء منهم مش متثبت بيعملوا بالقطعه وبالانتاج ومش موجودين ومهياتهم بال 200 وبيستغيثوا طول النهار. يعني انا ما اقدرش ناس ليها خبره سنين طويله دربناهم واستثمرنا فيهم المده ديت وبعدين مهمتهم ايه؟ ليه طرق الابواب مهم؟ التواصل يعني وان تو وان يعني واحد واحد واحد، ان دي عارفه البيت واحد واحد، عارفه كل شخص كل سيده وحماتها وسلفتها وتقدر تدخل لكل واحده ازاي، لان ده قناعه مجتمعيه، ده موروث مجتمعي، ما ينفعش باعلانات هي بتدخل لكل واحده كده، لان بنتك صحتها ضعيفه وعندها انيميا وبيجي لها من كتر الحمل بيجي لها نزيف متكرر وكالسيوم مفيش فعظمها ابتدى وظهرها يوجعها، بتدخل لها من كده. طب انا اقول لك حاجه بقى، النقطه دي مهمه قوي. هو فكره طرق الابواب فكره وجيهه جدا، ناس كتيره جدا محتاجاها. بمين؟ برائده ريفيه، بس هنيجي هنا نوصل لمفترق الطرق اللي خطير جدا. يعني رائدة الريفية دي ممكن تكون تابعة للجمعية الأهلية، منتقاة من داخل الأسر ولا تكلف الدولة شيء، دي مستدامة. حضرتك بتقول التنمية المستدامة، فدي مستدامة لأنها موجودة جوه الأسر، والتنوير اللي هي هتنشره غير مكلف للدولة. البديل إن أنا أجيب أعين وأثبت مكلفة للدولة وغير مستدامة. ليه؟ لأن فعلياً أنا عندي 14,000 رائدة حكوميين في حوالي 6,000 أو 7,000 تبع الجمعيات الأهلية اللي بتتكلم عنها الأستاذة منى. فعلياً أنا محتاج أكثر من مش أقل من 50,000 رائدة رفاهية عشان أوصل لكل النجوع وكل الأبواب اللي محتاجة طرق. فأنا علشان أكلف الدولة 50,000 يعني نقول 25,000 زيادة، ده إرهاق لميزانية الدولة وغير مستدام. ليه بقى؟ لان معظم الرائدات الريفيات لما بيستقروا وبيبداوا يكبروا في السن بيدوروا على اعمال مكتبيه. فانا لازم ابص كويس جدا، انا ادور على الشبكه الرائدات اللي تقدر تتغلغل جوه المجتمع وتستدين والناس تقدر تثق فيها بسرعه، لان لو جبت واحده من بره القريه محتاج ان انا عشان ابني الثقه انا باخد فتره. يعني انا يمكن في وقت من الاوقات كنت شغال مع هواره في قنا وانا بتكلم معاهم في دشنا، يعني عايزين نعمل رائدات ريفيات، قال لي بعد اذنك ما تجيبليش حد من البيت من العيله من البلد، انا عايز حد من بره، انا ما اقدرش اخلي حد يدخل بيتي. يعني المجتمعات بيرجعنا لفكره ان المجتمعات محتاجه يتفصل لها حاجات، وده يفكرنا باللامركزيه. هي الدوله هتفضل تدير للبحر الاحمر والغردقه وسوهاج والمنيا بالظبط لازم يحصل دور للمحافظين باللجان تحت بالظبط اقوى من الدور الرسمي. يعني قضيه تنظيم الاسره دي مسؤوليه المحافظ يحلها بالظبط على اللوكال ليفل. سياسات جايه بس لازم يبقى في سياسات او مظلات بتفتح شرايين زي التضامن الاجتماعي. احنا بنعول على حضراتكم كتير ليه؟ لان كنتوا واصلين للشرائح الفقيره وفقا حتى لقواعد البيانات، حتى اللي انتم ما وصلتوهمش بمعاشات او بمساعدات فانتوا عارفين هما فين، فده هيساعدنا. يعني حتى اذا لم كنا قد استطعنا ان نساعدهم في فقرهم فنساعدهم في تغيير الثقافه الخاصه بالانجاب، وده اللي احنا بنحاول نعمله فعلا، لان قاعده البيانات اللي عندنا دي هي وسيله التواصل معهم بشكل مباشر. بالظبط ده حقيقي. الجمعيات الاهليه برضو شريك مهم للتواصل المباشر، مش بس الرائدات الريفيات، هما من جوه المجتمع المحلي بيتكلموا بنفس اللغه، عارفين ايه المفاهيم الخاطئه السايده، هما جوه الثقافه التابعه لكل محافظه. بس فدول برضو في هنا حاجه بتقلقني شويه، هل حضرتك البرنامج بيغطي كل الاسر الفقيره في مصر؟ لا يا ده انطباع بيوصل لا للناس. لا 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 يغطي كل، يبقى لازم انا لما اقول انا حتى قلت كده شريحه قد ايه احنا انا زي ما لازم انا يعني اوضح الصوره للناس. لا يمكن في ناس قاعده فقيره بتتفرج تقول ما حدش جنى ليه هو لازم بس الصوره عشان انت ما تحمليش. وانا هسال حضرتك يا فندم سؤال صريح معلش، ويعني انا اسمح لي يعني انا من من يساندون المجتمع المدني طول الوقت لاني اؤمن بدوره، لكن هل قضيه زي قضيه تنظيم الاسره وزياده السكانيه دي تحتل اولويه في اجنده وترتيبات منظمات المجتمع المدني؟
يعني انا من الناس المتصله بالمجتمع المدني لا ارى انها تشغل اولويه. هي في منظمات متخصصه كده يعني النهارده لما لا انا بتكلم المجتمع المدني العادي جدا، مش احنا بنتكلم المجتمع المدني ده بتاع الحقوق الاجتماعيه والطبيعيه لاي شخص، الحق في الحياه الامنه الكريمه هو حق اساسي، مش حريه التعبير بس والراي لا يعني ده حق اصيل. انا عايز اقول لحضرتك بقى ان الجزء التوعوي ده بتشغل بال المجتمع المدني بشكل كبير جدا، واشتغلوا على توعيه الناس بشكل كبير في كل القضايا الاجتماعيه في كل القضايا الاجتماعيه وفي افقر القرى اللي موجوده. المشكله ان التواصل ما بين المجتمع المدني اللي هي منظمات وما بين الجهاز الحكومي للدوله هنا في خلل. الخلل ده لازم يبقى في تشارك ما بينهم، تشارك توصل لدرجه التكامل. التكامل دي يعني الجهاز الحكومي للدوله لو كان تضامن اجتماعي بيعمل بروتوكول مع الجمعيه اللي موجوده في القريه دي، والبروتوكول ده بيدي الاثنين بيتعاملوا مع بعض بشكل تكاملي. انا النهارده اديك معلومات عشان تقدر توصل للقريه وتقدر توصل للاسره دي بكل سهوله، وفي نفس الوقت المجتمع المدني يقدر يتواصل مع الجهاز الحكومي ويتواصل في قاعده البيانات عشان يقدر يتواصل. في رقم هنا مهم جدا، دي مساله مهمه جدا. انما في مساله ثانيه برضو غايه في الاهميه، ليس الفقر واحدا، وده رايي الشخصي يعني ليس الفقر واحدا. يعني لما تيجي نفس التقرير يقول ان في 28 مليون و9 من 10 او 8 من 10 خارج اطار التعليم في مصر، يبقى احنا كده بنتكلم في كارثه تعليميه. احنا عندنا ناس ما تعرفش حاجه عن التعليم اصلا. لا انا عايز اقول حاجه، كارثه اكبر فعلا. وانا هقول الكلام ده من حاجات انا بشوفها بعيني. سيده عامله بتشتغل، بنقول لها يا سياده النائبه خليكي معانا عشان ده جزء من الشغل اللي حضراتكم لازم تعملوه كبرلمان. بنديها ورقه عشان تجيب بيها حاجه دواء، فقالت لي هو ده ايه، انا مش هعرف اقراه. طب عندك بنتك الكبيره في الاعداديه؟ قالت لي ما هي ما بتعرفش تقرا في الاعداديه. طب الصغيره اللي في الابتدائيه ما بتعرفش تقرا، فمش حضرتك بس عندك اميه خاصه بالنسبه الكبيره اللي احنا ده، حضرتك عندك كمان اللي في التعليم عندهم مشكله ثانيه. فدي وده على فكره برضو حافز لفكره ان بلاش انجاب كتير، لان احنا حتى مش عارفين نتعاون او نتعامل مع جوده التعليم. طيب انا للاسف وقتنا خلص يعني، بس انا كنت عايز اقول لك حاجه مهمه سريعه عشان مش هينفع برنامج المناقشه الجميله دي تخلص كده من غير ما اقولها. في ناس خارج الاطر الحساب خالص، الناس الاطفال بما اللي موجودين في الشارع اللي بيتجوزوا ويخلفوا بدون شهادات ميلاد اصلا. لا احنا شغالين على ده، احنا لا ارجو ان حاجه لا اتمنى اتمنى ان ده لازم معانا في لا انا اتمنى ان يكون انا عارف ان في شغل، بس انا عايز اقول ان دول مش محسوبين، ما كانوش في الحساب. طيب انا عايز اقول ان في اطفال العشوائيات والزواج العشوائيات. انا للاسف وقتنا خلص، لكن خليني اشير الى بعض الاخبار الخاصه بالعمليه اللي حصلت النهارده في الكيلو 135 بالواحات البحريه. وفقا لمصادر امنيه لكلام تاني، ما زالت قوات الامن على الارض الان تواجه الموقف. يمكن الجميع ينتظر البيان الثاني للداخلية المصرية الذي نسعى إليه جميعا لمعرفة حقيقة ما حدث على الأرض بالتفاصيل والمعلومات الكاملة، لأن ليس لدينا حتى الآن، وأنا بقول لحضراتكم لأن الدقة ما تسمعوش لأي، أنا ما بقولش لا سمح الله أن الناس مش مهنيين، بس المهنية تقتضي أن احنا ننتظر البيان الرسمي للداخلية المصرية اللي هيكشف عدد الشهداء بشكل واضح جدا. لكن وفقا لمصادر أمنية، وده العنوان اللي حضراتكم هتشوفوه على شاشتنا حالا، وفقا لمصادر أمنية بكلام تاني، قوات الداخلية المصرية تسيطر على الأرض الآن لمحاولة التعامل مع الموقف في الواحات البحرية. ده كلامي أنا بقى، أن بالتأكيد ساعات الليل هي ساعات صعبة لمحاولة السيطرة على الأمر، بالتأكيد مع ظهور النور فجرا إن شاء الله نقدر نعمل نتائج أفضل. لكن خلوني أقول إلى أيضا الخبر الخاص بالأزهر الشريف، ينعي شهداء الشرطة خلال المطاردة اللي تمت، والإمام الأكبر ينعي أبنائه من ضباط وجنود الشرطة البواسل الذين استشهدوا خلال المواجهات مع عدد من العناصر الإرهابية في صحراء الواحات بالجيزة. أتمنى أن يكون هذا الخطاب الديني المستنير هو، لأن احنا مش عندنا مواجهة أمنية بس يا جماعة، عندنا مواجهة أمنية ومواجهة فكرية ومواجهة ثقافية. ناخد هذا الخبر مصادر خاصة لكلام تاني من الداخلية المصرية، قوات الأمن تمشط الآن المنطقة في الواحات البحرية.
رحم الله شهداء هذا الوطن وأسكنهم فسيح جناته ورزق أهلهم الصبر والسلوان في هذه اللحظات الصعبة. يعني لا نمتلك جميعا إلا أن يعني ندعو الله سبحانه وتعالى. هذه لحظات صعبة للغاية على قلوبنا جميعا، ربما لا نمتلك نحن جميعا ما نستطيع أن نقدمه، ولكن فقط نتضرع إلى المولى عز وجل، لأن هؤلاء ذهبوا وهم يضحون من أجل هذا الوطن بأرواحهم. شكرا لكم، السلام عليكم.